هناك الكثيرين جدا من المصريين والعرب وربما في العالم يتعاملون مع أعراض خاصة بسرطان القولون باستهتار واضح جدا. مشاكل القولون لا يستهان بها، مشاكل القولون لازم تحط تحتيها كذا خط، لأن أغلب مشاكل القولون بتيجي من مشاكل التغذية. الأورام ملهاش سبب مباشر، لكن الأدق في التوصيف هو ما يسمى بالعوامل. الورم بالنسبة لأي بني آدم هو كل يوم بيختلف عن اليوم اللي قبل، زي الجنين في البطن الأم. دائما هناك ارتباك عند الناس ما بين سرطان المستقيم وسرطان القولون، والاثنين بيعتقدوهم أحيانا انهم شيء واحد. منطقة المستقيم هي منطقة من القولون لا تتعدى منطقة الحوض، فبالتالي متى خرجنا من الحوض يبقى هنا بتكلم عن القولون. كل اللي جوه الحوض ده منطقة مستقيم. أريد دواء بهذا الإمساك، ويأخذ هذا الدواء اللي هو مسهل لاكستيف، ويستمر في التعامل مع الأمر وكأنه أمر بسيط، ولكن في يوم من الأيام يستيقظ على أن الأمر ليس بسيطا على الإطلاق. الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم كلية طب قصر العيني، دبلوم جراحة المناظير جامعة ستراسبرغ، الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، عضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، زميل الجمعية الفرنسية لجراحة الجهاز الهضمي. أهلا بكم. النهاردة واحد من الأيام الهامة جدا في تاريخ الناس الحلوة، لقيمة الضيف وأيضا لأهمية الموضوع العلمي. خلونا نبدأ بالموضوع العلمي، موضوع شديد الأهمية، الانتشار سنفهمه بالتفصيل اليوم. نحن نتحدث عن سرطان القولون، حالة علمية في منتهى الأهمية، ويمكن أن تكون أيضاً في وقت من الأوقات في منتهى الخطورة. وارتبطها بأعراض معينة للأسف الثقافة المصرية بتعامل معها، تعامل عموماً مع أعراض الجهاز الهضمي بالكثير والكثير من الاستهتار. كم مننا من يشتكي من إمساك ظل لفترة ما يعاني منه، وكل الإجراءات التي قام بها لا تعدو عن أنه ذهب إلى صيدلية وسأل من يجلس بها التي قد يكون أساساً غير صيدلي، أريد دواءً لهذا الإمساك، ويأخذ هذا الدواء اللي هو مسهل لاكستيف، ويستمر في التعامل مع الأمر وكأنه أمر بسيط. النهاردة يوم مهم جداً في عالم الناس الحلوة، لأن النهاردة ضفنا واحد من العلماء الكبار في عالم الجراحة، اسم نفتخر به ليس على المستوى المصري ولكن على المستوى العربي وأيضا على المستوى العالمي. هي فخر لينا جدا أن يكون ضيفي اليوم الاسم القدير، طبعا العائلة العريقة شديدة العراقة في عالم الجراحة، وضيفي العزيز هو طبعا الاسم الكبير في هذا المجال، القيمة العلمية الكبيرة، الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحات القولون والمستقيم بكلية الطب جامعة القاهرة قصر العيني، وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جامعة ستراسبرغ، والرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، وعضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، وزميل الجمعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي، الجراح العالمي الكبير. أهلا بك دكتور علي. شكرا دكتور ايمن للتقدمه الجميله دهيت، وانا سعيد ان انا مع حضرتك النهارده. ده انا اللي شكرا ان انت قبلت دعوتي. شكرا دكتور، شرف كبير لينا. شكرا حبيبي. انا عايز ابدا بقى ورم القولون. انا هبدا بما هو ورم القولون، ده هيخليني
اروح لبناين اند مالجننت ولا هنبقى برضو مركزين على الامر؟ لا هو خلينا نحط فكره عامه ان عن الاورام في العموم. الاورام دي هي خلايا طبيعيه من جسمنا بيحصل فيها تحور من انها خليه بتنقسم انقسام طبيعي لانها بتبدا يحصل فيها تغيير في اللي بنسميه ميوتيشن، تغيير في الجين بتاع الطفره الوراثيه في الجين للنواه بتاعه الخليه، فتبدا تنقسم انقسامات غير طبيعيه باعداد سريعه جدا تكون لنا جسم غريب موجود في اي جزء من اجزاء جسمنا، الثدي، الرئتين، المثانه، القولون. فبالتالي هي خليه من خلايا جسمنا فقدنا السيطره عليها نتيجه طفره وراثيه ادت لانقسامات سريعه جدا. يعني ايه انقسامات سريعه جدا؟ كل خلايا جسمنا بيحصل لها تير اند وير، بتتعجز وتتعب وتموت وبعدين يتكون غيرها في سلو موشن، في حركه بطيئه منتظمه. لما بيحصل عدم انتظام في الانقسام وسرعه في الانقسام يبدا يتكون الشكل الورمي. طيب الاورام في العموم دي مساله مواقيت. يعني ايه مواقيت؟ يعني الورم بالنسبة لأي بني آدم هو كل يوم بيختلف عن اليوم اللي قبله، زي الجنين في البطن الأم، بمعنى إن الجنين في أول 10 أيام غير بعد 40 يوم، غير بعد شهرين، غير بعد 3 أشهر، كل ما بتسيبه يوم كل ما بيكبر زيادة. الورم نفس القصة، كل ما بتسيبه شوية ما بتلحقوش، طالما ما لحقتوش بيخرج من المكان الأساسي اللي بدأ فيه وينتشر في أماكن أخرى غير قابلة للسيطرة عليها، وهي دي المشكلة التانية اللي بتخلي الورم في أي مكان في جسمنا يبقى مسيطر عليه أو غير مسيطر عليه. فبالتالي الأورام حاجة أساسية لازم نفكر بيها المشاهد، المواقيت بتاعتها اللي هو بين قوسين الكشف المبكر عن الأورام. نيجي لأورام القولون. أورام القولون دهيت بتعد ثالث أشهر أورام موجودة عندنا بعد الثدي، ورم المثانة والبروستاتا، لإصابة المجتمع للذكر والأنثى. فبالتالي مشاكل القولون لا يستهان بيها، مشاكل القولون لازم تحط تحتيها كذا خط، لأن أغلب مشاكل القولون بتيجي من مشاكل التغذية، ومشاكل التغذية اللي عندنا الأنواع الكثيرة في التغذية والتلوث الغذائي اللي موجود عندنا بيؤدي في النهاية لناتج سيء جدا. دايما سؤال الناس بيكون عن الأسباب، لكن احنا بنوجه لهم فكرة أو بنوجه فكرهم إن الأورام ملهاش سبب مباشر، لكن الأدق في التوصيف هو ما يسمى بالعوامل. تأكيد كلام مظبوط، إن العوامل المسببة هي عبارة عن نظريات، نتيجة إن مع الأبحاث الكتيرة بيتقال إن الشيء الفلاني بيؤدي إلى أورام لو استخدم، زي مثلا التدخين بيؤدي إلى نمرة واحد أورام الرئتين أو أورام في أي مكان تاني، بس مفيش حد يقدر يقول إن التدخين سبب مباشر، إنها من ضمن أسباب، بدليل ان في ناس بتدخن وما بيجيلهاش وفي ناس ما بتدخنش وبيجيلها. فبالتالي عده عوامل. العوامل اللي عندنا نمره واحد التلوث العام في التغذيه والاساليب الخاطئه في الاكل. التغذيه اللي بتبقى المواد المصنعه بكميات كبيره، واغلب الناس اللي بتاكل الاغذيه اللي بنسميها أغذية مصنعة، مش أغذية الأرض، أغذية الأرض اللي هي الطبيعية المزروعة، الخضار الكتير، الفاكهة، الحاجات الطبيعية دي الحاجات المفيدة. الحاجات غير المفيدة اللي هي الأكل اللي بيبقى داخل فيه كمية تصنيع كمية كبيرة. وجالنا في وقت من الأوقات إن احنا حتى الأغذية المزروعة كنا بنخاف منها نتيجة المبيدات اللي سميناها المبيدات المسرطنة، وهي دي برضو اللي
كان لها عوامل في انتشار نسب كبيرة من الأورام. طريقة الطهي نفسها، الناس اللي بتاكل الحاجات اللي فيها زيوت مهدرجة بكميات كبيرة، هو ليه النهاردة بنقول على الزيوت غير مهدرجة؟ لأن الزيوت المهدرجة مسرطنة مع الوقت الطويل مش مباشر، بتؤدي إلى السرطان. استخدام الزيوت المغلية بكميات كبيرة وعدم تغييرها، كل الكلام ده كله يؤدي إلى سرطان. اشمعنى سرطان القولون؟ لأن القولون هي المنطقة النهائية اللي بتاخد فضلات جسمنا وتتخزن فيها فترات طويلة. هتلاقي في أماكن زي اليابان أشهر حاجة عندهم سرطان المعدة. ليه سرطان المعدة؟ عشان بياكلوا رو فود كتير أو غذاء ني كتير، اللي هو السوشي والكلام ده كله، دي أغذاء سمك الني والحاجات. أيوه السمك الني بالظبط كده. فعندهم سرطان المعدة منتشر جدا في اليابان وفي الفار إيست. إحنا عندنا لأ، إحنا عندنا القولون أكتر من المعدة انتشار. فإذا عوامل كتيرة أهمها التغذية، طرق الأكل، الإمساك، استخدام المفرط للأدوية زي الأنتيبيوتكس عندنا بنستخدمها، بنغير بيها الكولونيك فلورا أو البكتيريا الطبيعية بتاعت القولون من وقت للتاني، لأن إحنا من أكتر الدول استهلاكا للمضادات الحيوية. ناقص إن العيان بيجي له صداع ياخد مضاد حيوي، ممكن يكون عندي برد. فبالتالي كل السلوك الخاطئ اللي احنا بنستخدمه بيزود نسب انتشار الاورام القولون. لا، والفتره اللي فاتت فتره الكورونا كمان اعتقد ان احنا نجني ثمار مثل ثمارها بقى، نجني عواقبها في المرحله القادمه، لانه استخدام كان مفرط عشوائي، كل بيت كان بياخد كميه ادويه كبيره جدا. مفهوم جدا في سرطان الثدي الكشف المبكر بالكشف الذاتي للست على سرطان الثدي، ولذلك أهمية المنطقة جاية في الحوار لما أقول هل يوجد كشف مبكر لسرطان القولون؟ المنطقة دي مهمة جدا. تمام. الكشف المبكر بالنسبة لنا هو التغيير في عوايد الحمام التواليت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ماشي على نظام معين سنين عمري كلها، النظام ده ابتدى يختلف، ومش بيختلف يومين ثلاثة، لا ابتدى يختلف أسابيع، ومش راضي يرجع تاني للنمط الأساسي اللي أنا كنت ماشي عليه عمري كله. هنا لازم أقلق. شفت حاجات، وده أنا دايما بنقولها للناس، لازم نبص زي ما بنبص في أكلنا، نبص في مخرجاتنا سواء المخرجات الثقيلة أو الخفيفة البول. لازم نبص، في ناس ما بتبصش على التواليت ابدا. اذا لقينا افرازات مش طبيعيه زي الدم او زي المخاط، لازم هنا هوت يدق ناقوس الخطر. ولو ان اكتر من 95% من الدم اللي بينزل مع المخرجات بيبقى ناتج عن اشياء حميده مش اشياء خبيثه، ولكن في 5% ممكن يبقى اشياء خبيثه وبتهمل تعمل لنا مشكله كبيره. يبقى إذا أنا عندي حاجتين أساسيين، تغيير نمط الإخراج نمرة اتنين، وجود أشياء ما كانتش موجودة في المخرجات زي الدم أو المخاط، هنا بيبدأ يلفت نظر. وطبعا في ناس ما بتحسش بحاجة خالص، يعني اللي هم إيسيمتوماتيك، دول بيجي ساعات مرة واحدة ممكن بانسداد معوي، وده بنشوفه في الحوادث. بيجي لنا مريض يجي مرة واحدة ما كانش بيشتكي من حاجة، او امساك خفيف حوادث على الاستقبال، يعني جاي الاستقبال. يعني جاي في الاستقبال في الانسداد معوي، ده دي حاله ايمرجنسي بنعمل له انفستيجيشن نلاقي فيه ورم. تمام. فهنا ده راجل ما اشتكاش من حاجه ومره واحده جه انسداد معوي. فاذا التغيير في عوايد الاخراج ده لازم ناخده بانتباه، وخصوصا لو طول معانا اكتر من اسبوعين بدون حل. بدون حل. أذهب إلى الأعراض، وهنا نهمي الباطني يخليني برضو أركز، لأنه كتير جدا من بدايات تشخيص سرطان القولون تبدأ عند دكتور البطنة. بالتأكيد. وبرضو ده وبتبدأ ساعات عند بعض الجراحين. الدكتور البطنة هو أول واحد بيستقبل المريض اللي بيبقى عنده إمساك، وبيحاول يديله علاج يمين علاج شمال، بيلاقي العيان بيرجع له تاني بعد 10 ايام او بعد اسبوعين يقول انا ما اتحسنتش، انا ما استريحتش. ممكن يزود له في العلاج او ما يزودش. هنا لازم يعمل حاجه اعلى من كده. والحقيقه
في برامج اسمها برامج السكرينينج للكشف المبكر عن الأورام، من ضمنها استخدام بعض الفحوصات الرخيصة اللي ما بتعملش أي مشاكل للمريض، منها الدم الخفي في البراز اللي هو أوكت بلاد إنستول. الدم الخفي ده هو عبارة عن تحليل معين بيتعمل للمخرجات وبيدينا، لو هو إيجابي هنا هو أصعد الفحوصات، لو سلبي يبقى أنا ما عنديش مشكلة. الإيجابي ده معناه إيه؟ إن أنا عندي دم خفي موجود، فالمفروض دي تبقى من أوائل الفحوصات البسيطة الرخيصة اللي طبيب البطنة يعملها للمريض، عشان لو في أي شك حاجة من دهيت، لأن من الأخطاء إن إحنا بنعمل دلالات الأورام. إحنا دايما بنقول إن دلالات الأورام ما هياش تشخيصية، هي للمتابعة فقط. فلأن بيجيلنا مريض بيبقى عنده سرطان ومتشخص ومتاخد عينة ودلالات طبيعية، ده مقلب جامد قوي. ما هو عشان كده بنقول الدلالات للمتابعة وليس للتشخيص. التشخيص هي حاجة واحدة بس، الدم في البراز ثم المنظار. يعني لو انت دكتور مبتدئ وعملت دلالات أورام طلعت طبيعية، لا تستبعد وجود ورم. طبعا لأن اوريدي بيبقى عند حضرتك ورم ومتشخص والدلالات طبيعية. فبالتالي ما حطش دلالات الأورام، وده خطأ ساعات بيقع فيه بعض الأطباء زمايلنا، إن هو يحط من ضمن التحاليل دلالات أورام والعيان يجي له يقول له لا انت دلالات كويسة ما عندكش حاجة، وهو يبقى عنده حاجة. فبالتالي احنا بننفي استخدام الدلالات كتشخيص للأورام. فإذا يبقى عندنا فحص الدم الخفي في البراز، يجي بعديه لو طلع إيجابي المنظار، أو لو مريض مش عايز يعمل المنظار ساعات بيبقى فيه الأشعات الدقيقة بس للأسف ما بتاخدش عينة، زي المنظار التخيلي للقولون وده أشعة، وزي الرنين على البطن أو الحوض، ده يشخص لنا إذا كان عندنا أورام لا بدون استخدام المنظار، لأن في شريحة كبيرة من الناس بتخاف وعندها تخوفات من المنظار. ولو إن إحنا بنقول إن ما المنظار القولوني ده ما فيهوش أي مشكلة، وألفات كل يوم بيعملوا مناظير وما يحصلهمش حاجة. التخوف الناس من المنظار سببه إنه انفيزيف تكنيك ولا له فعلا باك جراوند؟ إنه انفيزيف وبيفتكروا إنه عملية، بيقول لك أنا هتبنج وحاجة هتبقى داخلة في جسمي، كل الكلام ده كله بيخوف المريض. غير لما تقول أنت هتعمل أشعة، آخر العيان بيخف الأشعة من الصبغة، يقول لا الصبغة أنا مش عايز صبغة. إنما المنظار هو عملية خفيفة جدا ما فيهوش أي مشكلة، وبتاخد ربع ساعة والعيان بيعملها وبيمشي، بس شديدة الدقة وبتدينا النتائج، يا عندنا حاجة يا ما عندناش حاجة. في أي شيء آخر في التشخيص؟ التشخيص بالنسبة لطبيب ولا بالنسبة للمريض؟ بالنسبة للطبيب. بالنسبة للطبيب هو نمرة واحد بنركز عليها الدم الخفي وتحليل خفيف ورخيص يعمله لأي عيان عنده مشكلة إمساك، لو إيجابي يصعدها للمنظار. يصعدها المنظار هو the most accurate. بالظبط the most accurate. نبدأ بقى المانجمنت. المانجمنت كلمة أدق من تريتمنت، يعني أنا دايما أحب مانجمنت، لأنه عايزين نفهم الناس قيمة فهم كلمة مانجمنت. مانجمنت يعني التعامل مع الحالة من أول ما عملت لها فحوصات لغاية لما عملت لها علاج. فإذا دايما بنقول المانجمنت، حتى لما يجي لك امتحان للطلبة مثلا، ولو جالك مانجمنت اوف كانسر غير تريتمنت اوف كانسر. مانجمنت يعني هتبدا من الانفستيجيشنز، كلينيكال وانفستيجيشنز وتريتمنت، انما تريتمنت يبقى تريتمنت بس اللي هو العلاج فقط. فبالتالي المانجمنت نمره واحد ان انا اشخص المريض زي ما احنا قلنا بالطرق، ان عيان بيجي عنده امساك واديت له علاج وجالي بعد اسبوعين ما عندوش تحسن، فببدا اعمل له فحوصات. نمره واحد فحص الدم الخفي، لو إيجابي أصعده لمنظار قولوني وده بيبقى نهائي، لو طلع إيجابي المنظار القولوني ببدأ أعمل الفحوصات للمريض، من ضمنها نمرة واحد
الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي. ليه الاثنين دول هما؟ عشان أعمل ستيجينج. ستيجينج يعني أعمل تحديد للدرجة اللي هو فيها، لأن كل درجة، الدرجة الأولى غير الثانية غير الثالثة غير الرابعة، لها بروتوكول تعامل. الدرجات الأولى الخفيفة ساعات بتبقى العلاج بتاعها مجرد استئصال للورم بالمنظار القولوني اللي هو بنسميه سبميكوزال ريسكشن. إن النهاردة بقت تقنية المنظار وبقى فيه حداثة في الأدوات المستخدمة فيه، المناظير الجديدة، إن هو بيخش بالمنظار القولوني مش تشخيص بس، بيوصل للورم ويقدر يستأصله استئصال شبه جذري، والعيان يبقى خلص على كده وما عندوش أي مشكلة تانية. ده لو في الدرجة الأولى. لو في الدرجة التانية بنضطر إن احنا، يعني إيه درجة تانية؟ يعني الورم خرج من بقى ان هو في الجدار الاولي، لان هو بقى انفيدنج الجدار اللي فيه عضلات للقولون، فبالتالي لما بيخش في المرحله دهيت انا هنا لازم ما اشيلش الورم بس، لا اشيل جزء من القولون معاه اللي بنسميها مساحات الامان. مساحات الامان، انا اشيل جزء يأمن لي ان الورم ده ما يكونش انتشر فيه بالزبط. اضمن انه اروح في، يبقى اللي فاضل لي قولون شبه اكيد مؤكد انه نضيف. مساحه الامان ان انا اخد من 2 ل 5 سنتي حوالين مكان الورم نضيف ما فيهوش اورام. وده بيتاكد لي بعد كده اهوت بتحليل الباثولوجي العينه لما تروح للمعمل الباثولوجي تتحلل. فده في المرحله الثانيه لازم اشيل جزء كبير، ولو ان بقى في مدارس دلوقتي ساعات بتعمل استئصال شبه جذري للمرحله الثانيه بالمنظار القولوني. المرحله الثالثه اللي بيبقى فيها غدد لمفاويه. يعني ايه غدد لمفاويه؟ يعني الورم خرج من المكان اللي هو فيه لمنطقه الغدد اللمفاويه المحيطه بالقولون. منطقه الغدد اللمفاويه ده هي كل منطقه في القولون لها تريتوري او منطقه غدد لمفاويه بنسميها المنطقه الاولى والثانيه والثالثه او المنطقه محطات. الاولى محطات، برافو عليك، بيسلموا البعض، بيسلموا البعض. المحطات دهيت بيت لو حصل فيها انتشار لازم ارفعها كلها، وهنا اللي بنسميه الاستئصال الجذري، ان الورم بمساحات الامان بالغدد الليمفاويه المحيطه بهذه المنطقه، فبشيل كل المحطات اللي موجوده دهيت لغايه المحطه المركزيه. هنا هوت المرحلة الثالثة. يجي المرحلة الرابعة اللي هو بيبقى خرج من منطقته، راح لعضو من الأعضاء المهمة زي الكبد، زي الرئتين، زي العظام، زي المخ. هنا هوت بيبقى هنا دخل في المراحل الخطيرة، واللي بيبقى نسب كل مرحلة من المراحل ديت نسب الشفاء فيها بتقل. انتشاره عبر الليمفاوي ولا الدم؟ بالظبط كده هو الدم اللي هو يوديك لمناطق أخرى زي الكبد والرئتين والعظم والمخ. هنا بيبقى خرج عن السيطرة وبنبدأ نتعامل تعامل مختلف معه. دي كلها الستيجينج اللي بنعمله. نيجي لحاجة مهمة في آخر 7-8 سنين اللي هي بنسميها المسح الذري. المسح الذري اللي هي البيت سي تي، البيت سكان دهيت كانت الاول قليله في الاول، وكانت الخبره فيها ما كانتش متوفره في التشخيص والتفرقه ما بين الخلايا السرطانيه والخلايا الالتهاب. وفكرتها هي ببساطه ان في ماده بتتحقن في الوريد يحصلها ابتيك او ابتلاع بالخلايا النشطه سرطانيا، بتطلقت بيها، بتطلقت كأن بيها. كأن الخلايا السرطانية مغناطيس بيشدها، وخلايا تانية برضو بتطلقت بيها خلايا الالتهاب، وهنا مشكلة التفرقة. بس بقى عشان كده بنقول ان بقى الكاملوتيف اكسبيرينس او الخبرات المتراكمة في البيت قدرنا النهاردة نفرق ما بين الاتنين في مدى الابتيك، مدى الشفط او البلع
للمادة اللي الالتهابات بتاخد كميات قليلة بس بتنور في الأشعة، إنما الخلايا السرطية بتاخد كميات أكبر من المادة اللي بتتحقن، فبالتالي بتتشخص إن هي أورام سرطانية. فمش كل خلايا مضيئة في المسح الذري بتعتبر سرطان برضو لطمأنة الناس، لأن في ناس بيحصل لها هلع من النقطة اللي هي. فإذا إحنا في مرحلة التشخيص ومرحلة الستيجينج، مش المفروض المسح الذري يتعامل في مرحلة التشخيص. المرحلة التشخيص ده هي مجرد الستيجينج، بيتعمل في مرحلة المتابعة بعد انتهاء أو بداية العلاج. طيب لو في القولون حاجة ولو في المستقيم حاجة تانية. هنتكلم عن القولون. القولون اللي هو بنسميه القولون الصاعد، المستعرض، النازل، القولون الحوضي، دي كلها بتبقى حوالي متر وخمسة وعشرين سنتي لغاية منطقة المستقيم اللي هي حوالي 14 سنتي غير القناة الشرجية. هنخلينا في منطقة القولون اللي بيشكل حوالي 60% من الإصابة في جميع جهاته، بس منطقة المستقيم بتشكل من 40 ل 45% من الإصابة. ده الجهاز الهضمي اللي الدكتور علي بيه بيشرحه دلوقتي، هي التقسيمة بتاعته كده، القولون الصاعد، العرضي، النازل، المستقيم. بالظبط كده. فالقولون عادة في أغلب المناطق بتاعته لو في الدرجة الأولى والتانية والتالتة، عادة بنبدأ بالاستئصال والتوصيل. يعني لو في القولون الأيمن هي منطقة السيكم، وده من الحتت اللي بيبقى فيها نسبة كبيرة، فبتعمل استئصال القولون الأيمن وتوصيل مع القولون المستعرض. وبعد كده العيان لو التحليل بتاعه طلع إن مفيش إصابة في الغدد الليمفاوية، بنكمل العلاجات الكيماويه بتاعته، وتبقى نسب الشفاء عاليه جدا على حسب وقت الكشف بتاعه. نفس القصه القولون المستعرض والقولون النازل، بتبقى مساله بدايه بالجراحه، ان احنا نقص ونوصل، وبعدين العيان بياخد العلاج الكيماوي. هنا هوت الجراحات اختلفت، لان النهارده كان زمان عمليات القولون أو عمليات البطن بتبقى شق البطن بالطريقة التقليدية، وعملية القص والخياطة. النهاردة بقى فيه اختلاف كبير جدا، إن الحاجات دي بقت تتعمل بالمنظار الجراحي. والمنظار الجراحي اللي هو بنشبهه للناس بيبقى شبه منظار المرارة، اللي هي بتبقى فتحة صغيرة عند السرة، والعيان بيتم التعامل مع القولون وبنشيله ونوصل من الفتحات الصغيره اللي بتبقى موجوده في جدار البطن، فبيدي فرصه للعيان ان ما يبقاش فيه جرح سيء موجود في جدار البطن، وان يبقى ما يحصلش مضاعفات ما بعد اللاباروتومي اللي هو فتح شق البطن، زي الفتق الجراحي وزي الالتصاقات الكتيره. وخصوصا الناس اللي بتعمل عمليات في الحوض نفسه، ساعات بيحصل التصاقات في المبايض وتأخر عملية الإنجاب نتيجة التعاملات والجراحات المفتوحة جوه منطقة الحوض، واللي ما بننصحش بيها دلوقتي، وخصوصا في الناس اللي سنهم صغير وعندهم فرصة للإنجاب. ده المناظير قفزت قفزة كبيرة في عالم سرطانات القولون. بالتأكيد المناظير عملت لنا طفرة وخلت الرؤية أوضح، وانت عارف ان بنخش بالكاميرا بتاعت المنظار بتبقى بتكبر من 4 ل 6 مرات، وده بيدينا مشاهدة أفضل لأماكن الورم، زائد ان هو بيدينا مشاهدة للأماكن اللي بنسميها أماكن الضيقة البعيدة، بنقدر نشوفها برؤية أوضح، زي في منطقة الطحال، منطقة الكبد من فوق، دي ما بيتسناش ان احنا نشوفها برؤية جيدة في فتح البطن. النهاردة في المناظير وصلنا للمنظار ثلاثي الأبعاد. ثلاثي الأبعاد ده هو زي لما بتخش في السينما وبتلبس النظارة اللي بتديك 3D dimension، وهو ده اللي كان بينقصنا قبل كده هو في المناظير العادية الاعتيادية، ان هي كانت بتدينا 2D أو البعدين. لما دخلت المناظير ثلاثية الأبعاد
ادتنا حاجة مهمة جدا، العمق، وده كنا مع الخبرة بنتوقعه. يعني ايه مع الخبرة بنتوقعه؟ انت في المنظار الاعتيادي بتشوف بعدين بس، بتشوفش ثلاث ابعاد، فبالتالي بتتوقع ان ده ورا ده من معرفتك للصفة التشريحية والخبرة بتاعتك في الشغل. انما المنظار ثلاثي الابعاد بيخليني كأني شايفك قدامي، اللي هي الرؤية العينية للحاجات، زي بالظبط الافلام ثلاثية الابعاد وثنائية الابعاد. فهنا عمل لنا طفرة في السيفتي، الامان بتاع الشغل، وان يدينا اكيوريسي، دقة وامان في الشغل بتاع المنظمة. النقاط اللي طرحت النهاردة نقاط هامة جدا، نقاط تلخص الكثير جدا من المناطق العلمية التطورية الكبيرة، البروجريشن الرهيب اللي حصل في التكنولوجيا عالم جراحات القولون. دور المناظير والتشخيص وأنواعه، بداية من أبسط الأنواع في التشخيص إلى أرقى وأقوى وأكثرها confirmation، تثبيتا وتأكيدا على وجود ورم. أيضا التقدم الكبير في عالم المناظير 3D، وأيضا المفارقة المهمة جدا ما بين جراحات القولون وقوتها وأهميتها، والجراحات أكثر تعقيدا وصعوبة هي جراحات المستقيم. كان هذا ملخصا لحوار مع واحد من الكبار على المستوى المصري والعربي والعالمي في عالم جراحات القولون، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم العالمي الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحات القولون والمستقيم بكلية طب قصر عيني، صاحب دبلومة جراحات المناظير من جامعة ستراسبورغ، والرئيس الأمريكي الأقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، عضو الجمعية الأمريكية للقولون، وزميل الجمعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي. شرف كبير لينا وجودك معنا في نسل حلوة. شكرا دكتور أيمن للاستضافة، شكرا، فرصة سعيدة، خليكم دايما مع نسل حلوة. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. في جمل وقعها على الرجل الذي يعاني من تأخر إنجاب، أو على الزوجين اللي بيعانوا من تأخر إنجاب، عشان أبقى واضح، كلمات قاسية جدا، من ضمنها كلمة هناك انعدام في الحيوانات المنوية. ولما أقول هذه الجملة دايما أنتوا هتقولوا بعديها، طب أنت هتقولي بعد كده معايا، ليس هناك شيء يقال بعد هذه الجملة. لا، يبدو أن العلم الحديث جعل هذه الجملة ليست نهاية الحوار، ليست آخر سطر في الصفحة، بل هناك ربما بوارق أمل، وهناك أشياء جميلة قد تحدث بعد ذلك. بعد الظلام الدامس في كلمة انعدام الحياة المنوية قد يأتي النور بانفراجة رائعة جدا. تعالوا نفهم هذا المعنى مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم تأخر الإنجاب الذي يبدع دائما في حواره، الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتأخر الإنجاب بكلية طب قصر عيني جامعة القاهرة، استشاري تأخر الإنجاب والحقل المجاري، عضو جمعية الأوروبية للخصوبة تأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، عضو جمعية الأمريكية لتأخر الإنجاب. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. كلمة مخيفة قوي. تمام. إنك تقول لزوجين احنا عملنا تحليل او للزوج، هو هيبقى تمام او جاي هو امراه، ساعات بيجي الواحد تمام في الموقف ده ممكن يجي الواحد. تمام. انت عندك انعدام في الحالات المنويه. تمام. هو ساعتها في جمل كده في الطب بعديها بتشوش الصوره، صح، وبيحصل طنين، صحيح، لا هيسمع بعديها انت هتقول ايه، صحيح، ولا هيشوف اي حاجه، خلاص الصوره اسودت. ده حقيقي. هي صورة قاتمة بتنزل قدامه، بس يعني أنا يعني ببشر الرجال اللي هم عندهم المشكلة دي، بس قبل ما ببشر الرجال فهو دكاترة الرجال نفسهم، بس أنا بنقل تحياتهم لحضرتك كلهم. أشكرك. هو أنا النهاردة موجود بصفتي دكتور هشام الشاعر،
المفوض من استشاريين الذكور اللي موجودين في مراكز الرياضه الخصوبه والصحه الانجابيه، احنا يعني قعدنا مع بعض واتفقنا ان الا عن الرساله بتاعتهم اللي هم ينقلوها لحضرتك عن طريق، فانا مفوض منهم فانا هتكلم بنيابه عنهم، تمام؟ أوكي. عشان لو حد جه وفتح كده الحلقه وشافني بتكلم في الذكوره ما يعني ما يعرفش ان انا او ما يفتكرش ان انا قلبت التخصص بتاعي، والتخصص بتاعي هو تخصص امراض النساء، بس انا مدير لمنظومه، المنظومه ديت فيها شق امراض نساء، فيها شق امراض ذكوره، فيها شق ما يسمى بالامبريولوجي اللي هو علم الاجنه والتكاثر، يعني في كذا لجنه علميه بالظبط كده، وده فعلا دي اللي احنا بنعمله في مراكز الرياض، اللي هو المانجمنت بلان او الميديكال كوميتي اللي هو اللجنه العلميه اللي بتقيم كل حاله، وكل حاله بناء على حالتها بنحط الخطه العلاجيه. طيب الحاله اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، راجل صديقي جدا وحبيبي جدا، اي راجل يعني اتعمل له تحليل سائل منوي وما طلعش في حالات منويه خالص موجوده في السائل المنوي، فالدكتور طلب له التحليل المبدئي البدائي اللي بيتعمل الحالات ديت، تحليل هرمون اسمه الاف اس اتش، وفي هرمون اف اس اتش موجود في الرجاله زي ما موجود في الستات برضو موجود في الرجاله. طب الستات الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل المبيض، والرجاله الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل الخصيه. طيب لما يكون الخصيه الوظيفه بتاعتها فيها ضعف، الهرمون ده اللي اسمه الاف اس اتش اللي بيطلع من الغده النخاميه بيعلى، زي ما كان حضرتك بتنادي على حد ما بيردش فتعلي صوتك، او تخبط على حد ما يردش فتخبط اكتر، برضه الهرمون ده مستواه بيعلى. الرجل ده لما يطلب منه انه يعمل تحليل سائل منوي اف اس اتش ويطلع رقم عالي، دكاتره الذكوره اللي هو يعني متفقين هو اكتر من 12 ده رقم عالي، طلع 20 30 40 50 80 حتى، الراجل ده للأسف بيتصدر له صورة سوداوية خاطئة، صورة سوداوية لكنها في نفس الوقت خاطئة، ألا وهي أنت أيها الزوج اللي السائل المنوي ما فيهوش حيوانات منوية وتحليل الـ FSH بتاعك عالي، أنت ما عندكش أمل في الخلفة. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. هل الرجالة دول اللي هو عندهم حيوانات منوية ما عندهمش حيوانات منوية موجودة في السائل المنوي وتحليل الاف اس اتش بتاعهم عالي، هل دول عندهم امل في الخلفه؟ الاجابه باذن الله هل الامل هيكون في حقن المجهري او هناك امل اصلا؟ سؤال عظيم خالص. عارف يا دكتور ايمن، لو كان الاف اس اتش كويس طبيعي يبقى ده الى حد كبير معناته ان وظيفه الخصيه كويسه. يبقى الله، طب ازاي وظيفه الخصيه كويسه وما فيش حيوانات منويه موجوده في السائل المنوي؟ يبقى المشكله في القنوات المنويه او في الحبل المنوي اللي هو بينقل الحيوانات المنويه من الخصيه الى الخارج، تمام؟ هو المفروض السائل المنوي ده في جزء حيوانات منويه من الخصيه وفي جزء سائل منوي من الحويصلات اللي حوالين الخصيه، تمام؟ ده ببساطه كده. الحويصلات شغاله، الحويصلات شغاله والقنوات بتاعتها مفتوحه وبيطلع سائل منوي، لكن لو الخصيه شغاله بس القنوات بتاعتها مقفوله يبقى ساعتها فعلا سائل منوي مش هيكون في حرات منويه، بس مش عشان ضعف في الخصيه، ده عشان انسداد في القنوات المنويه. الرجاله دول ممكن يكون ليهم طريق، ممكن مش اكيد، ممكن يكون ليهم طريقه علاج غير الحقن المجهري. التوصيله، ولو ان التوصيله ليها نسبه نجاح مش دايما احسن حاجه، بس وارد انها تكون طريقه علاج. لكن الرجال اللي السائل المنوي بينزل من الحويصلات المنوية بس ما فيهوش حيوانات منوية بسبب ان الخصية نفسها هي اللي ضعيفة، لا مجال غير الحقن المجهري. ثالث مرة لا مجال غير الحقن المجهري. طب اقول الرابعة لا مجال لعملية الدوالي في علاج هؤلاء الرجال. يعني الراجل اللي هو عنده سائل منوي ما فيهوش حيوانات منوية ما يتعملوش عمليه دوالي عشان يخلف طبيعي، ولو اني معترض على كلمه طبيعي، تلقائي يعني من غير حقن مجهري. لا مش كده، هو كل الخلفه طبيعي. بالظبط كده. تاني، يعني الدوالي مش هي علاج حيوانات منويه، زيرو حيوانات منويه في السائل المنوي عشان توصل ل 15 مليون ويحصل حمل عادي او تلقائي. لا مش كده. ليها مجالات اخرى الدوالي ممكن تعمل، بس مش المجال ده نهائيا. تمام، عشان الناس تبقى عارفه بس المعادله واضحه. بالظبط كده، الدوالي ملهاش دور في علاج رجل عنده زيرو
حيوانات منويه، انعدام حيوانات منويه بالزبط. وتكون الدوالي واحده من اساليب العلاج لتاخر الانجاب. الله ينور عليك. ساعتها يبقى ضحك على الدقوق. صح كده، الله ينور عليك. بالظبط كده. لكن جداً. ممكن الدوالي تتعالج لسبب تاني او لهدف تاني. صح. ما بنقولش ما بتتعالجش، بس صح. الهدف ايه؟ انت بتقول الشارع ده بيوصل للبيت الفلاني. تمام. هو بيوصل لاي بيت، لكن تمام. البيت الفلاني لا. صح. ما بيوصلش للبيت الفلاني. الدوالي في حاله انعدام الحيوانات المنويه لا تؤدي الى علاج تاخر الانجاب. هايل هايل جدا جدا. لكن اللي احنا بنتكلم حاله عليها النهارده هي حاله ضعف في الخصيه نفسها. القنوات مفتوحه وكل حاجه، بس الخصيه مش شغاله. الرجاله دولت هل في مجال غير الحقن المجاري؟ ما لهمش الا مجال الحقن المجاري. وشغلنا الشاغل بقى ان احنا ازاي نزود من فرص ان احنا نلاقي حيوانات منويه لما نيجي نبحث عنها في الخصيه. عينة الخصية دي كلمة مخيفة جدا. انت تقول لراجل هنعمل لك عينة من الخصية، عنده تخيل قديم صح لأساليب قديمة كانت بتتعمل لعينات الخصية، أساليب صحيح يعني قاسية جدا. صحيح. هو عموما الرجالة بيخافوا جدا جدا نفسهم أكتر من الستات، على فكرة ده حقيقي حقيقي فعلا. الست يعني عندها إقبال جدا وعندها استعداد تعمل أي حاجة عشان تنجب. الله ينور عليك. بالظبط. الراجل لا ممكن عادي مفيش مشكلة، خصوصا لو كان مخلف قبل كده. يا خبر أبيض، لو كان مخلف قبل كده بيطلع عينينا، بس يعني إن شاء الله بيستجيب في الآخر يعني. تمام. وعلى فكرة ممكن راجل يكون مخلف قبل كده، عشان فكرة دي مهمة جدا. مخلف قبل كده مرة واثنين وستة ومخلفش ودلوقتي لا استنى بس، ودلوقتي ازوسبرميا يعني بلا يعني سائل منوي من غير حيوانات منويه. اهي دي بقى، بص تخيل ده تخيل ده ممكن علميا يحصل. يحصل جدا، بس ده يوم عند غير المثقفين وعند غير المتعلمين. يوم اسود يوم اسود، يوم كارثه. عشان كده انا يعني بقول الجمله واقول اللي وراها على طول. هو حضرتك يا استاذ فلان دلوقتي ما فيش حيوانات منويه، بس ده وارد ان هو يحصل، عشان انا عارف دماغه هتجيب في حته تانية خالص، بس ده وارد ان هو يحصل، لان في تغيرات ممكن تحصل، في التهابات، في لخبطه هرمونات، في دوالي ممكن تحصل، ممكن اصلا الحمل اللي حصل قبل كده ده كان حمل يعني حصل صدفه بحيوانات منويه ضعيفه خالص، بس اصبح دلوقتي اضعف ومفيش حيوانات منويه. يبقى ده وارد 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 ان في راجل يكون مخلف مره واثنين ودلوقتي مفيش حاله منويه في سائل منوي خالص. هو الحقيقه اللي بيكتبوا سيناريو افلام ومسلسلات لو قعدوا معاك ولو قعدوا مع منظومات هيطلعوا بافكار في السيناريوهات الافلام مثيره جدا. أكيد. ان راجل يجي هو وثلاث عيال ولاده كبار كده واتجوز واحده وجايبينه هو مثلا معاهم، فيقول له على فكره يا حاج انت يا فندم انت ما عندكش حيوانات منويه. لو وعد قالها له بدون وعي علمي او بدون وعي ثقافي، الراجل ده هيلف للعيال يقتلهم. بالظبط. وهيفتكرهم مش ولاده. صحيح. وهم ولاده، بس صحيح. حصل تغير عليه. صحيح. ما احنا لازم نبقى واضحين في الحته دي. صحيح. تمام. الحمد لله واجهنا بالحقيقه وخلاص، وهو فهم خلاص الوضع بتاعه عامل ايه. طيب احنا دلوقتي عاوزين نمشي في سكه ان هو ربنا يكرم ويحصل حمل. ربنا يكرم ويحصل حمل عن طريق حمل عادي، قلنا ده طبيا هيبقى مش عاوز نقول مستحيل، ربنا قادر على كل شيء، بس هو صعب جدا جدا جدا. احنا محتاجين نعمل حقن مجهري، محتاجين ان احنا ناخد 10 15 حيوان منوي ونعمل بيهم الحقن المجهري. هناخدهم من الخصيه عن طريق عينه الخصيه. طمنا الراجل. طيب هنعمل عينه الخصيه، هنعملها بالطريقه القديمه؟ لا خالص، ما بقيناش في مراكز رياض الخصوبه والصحه الانجابيه، نعملها بالطريقه القديمه. ايه القديمه وايه الجديده؟ اللي احنا شايفينه على الشاشه دي قديمه ولا جديده؟ يعني دي مش يعني تمام، يعني حتى دي مش ما اقولش عليها عينة خصية، دي اقول عليها فاين نيدل اسبيريشن، اللي هو سحب بالابره من الخصية. مش عينة. يعني بدايات عينة الخصية كانت عينة واحدة كده بتتاخد قطفة، والدكتور ونصيبه والراجل ونصيبه وكل الناس ونصيبهم، ويا تطلع يا ما تطلعش. عمياني نسبة ان العينة تطلع حيوانات منوية فيها ما تزيدش عن 4-5%. في سؤال غبي شوية سألت. تمام. هل الخصية دي نسيج مترامي الأطراف؟ صحرا كبيرة يعني. هايل. لأن الناس كتير في دماغها ان يعني عينة هدخل يعني المسألة أصلا مش وده كان زمان اللي بيحصل، ان هو كان بيتاخد عينة إلى حد ما نسبيا كبير عن طريق مقص جراحي، عن طريق مقص جراحي. تمام. قالوا طب ما هو لو خدنا عينة واحدة، الكلام ده أنا بتكلم عن 10-15 سنة كده. طيب لو خدنا عينه واحده نسبتها 4-5% طالع حيوانات منويه، طب ما ناخد اكتر من عينه، ده احنا هنربش نص الخصيه عشان خاطر نلاقي حيوانات منويه للراجل ده. خلاص الكلام ده اتلغى دلوقتي، حتى العينه العشوائيه المتعدده اللي هو اكتر من عينه ما بقتش تتعمل دلوقتي في الاماكن
الكويسة المتخصصة. الرسالة الأخيرة. الرسالة الأخيرة بطمن كل الرجال بنسبة 95% بإذن الله، بإذن الله أي راجل بإذن الله مع تطور علم وتطور تقنيات في أمل جامد جدا إن ربنا يكرم ويحصل حمل إن شاء الله. نورت وشرفت وأبدعت كالعادة، كل الشكر والتقدير لوجودك معانا. الله يخليك. والاستاذة والاستشارين الذكورة بيسلموا على حضرتك كلهم والله. ده في حد من أسوان يعني عاوز يجي يسلم حضرتك، بس يعني في أسوان هيعرف فيك ازاي مش عارف. أنا هكون فوق، أنا هروح له، أنا رايح الأقصر قريب وهفوت على أسوان. نورت وشرفت. تسلم دكتور أيمن. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم تأخر الإنجاب، واحد من البارعين على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي الحقيقة، بيشرفنا دايما باسلوبه العلمي الراقي جدا وشرحه والتفصيل، الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر العيني، استشاري تاخر الانجاب والحقل المجهري، عضو جمعيه الاوروبيه للخصوبه وتاخر الانجاب، رئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، عضو جمعيه الامريكيه للخصوبه العقد. نورت. انا دكتور شرفت. شكرا جزيلا. خليكم مع الناس الحلوه. الدكتور عماد مجدي رفائيل، استشاري أول جراحات العظام والكسور والمفاصل الصناعية، زميل جامعة أولم بايرن ألمانيا معهد سان دياغو لجراحات الكتف، زميل مستشفى يو كي بي برلين ألمانيا، عضو جمعية جراحي مناظير المفاصل الأوروبية والمصرية. اهلا بكم. مفصل الركبه مفصل يعني شديد التعقيد، مفصل لما تشوفه وتقول سبحان الله حاجه رائعه جدا جدا في تكوينها، ومفيش بيت في مصر مفيهوش حد ان لم يكن كل البيت بيعاني من مشاكل في الركبه. احنا بنتعامل مع الركبه الحقيقه بطريقه فيها نوع من الظلم، فيها نوع من التجاوز الشديد جدا تجاه مفصل بيشيل الجسم تقريبا. الوزن الزايد، المبالغة في استعمال الركبة بالتاني والفرد، الأعداد الغلط. أنا شايف كمان أنه صناعة الأساس في العالم كله هتخلي الركب مشاكلها تزيد في الفترة اللي جاية. كل الأساس معمول واطي أو كتير منه واطي، ده بيخلي الركبة في حالة انحناء وثني بشكل غريب، ولما الواحد بيقف بيبقى في وضعية مش متزنة. طبعا نهيكم بقى عن أنه مفيش رياضة، والكارثة الأكبر إنك ساعات تفاجئ ركبة برياضة مفاجأة، يعني تقعد أنت مبطل رياضة سنة وسنتين ثلاثة وفجأة يخطر في بالك كده في لحظة جنونية عقوبها ندم خطير جدا إن أنت تمارس رياضة. دي كلها تصرفات، يعني تروح تلعب كورة، فطبعا الركبة تتعرض إلى مفاجأة، مفيش عضلات حواليها كويسة، تتعرض الركبة إلى مفاجأة كبيرة جدا. كلمة خشونة ركبة، كلمة ركبة بالطقطة يا دكتور، آلام الركبة المزمنة، كلام في كل بيت. لو إن دلوقتي أنا بتكلم كده في ناس كتير حاطت إيديها على ركبتها نتيجة إنه الكلام زي ما بتقولوا كده، يعني حسينا بالألم أو افتكرنا الألم بتاع الركبة المزمن اللي إحنا قاعدين بيه بقالنا فترة. وهناك أسئلة كثيرة جدا تدور حول هذه القضية. هنعمل حقن، طب الحقن بإيه ومين اللي هيعمل حقن؟ و انتوا دايما بتقولوا ده كلام لينا احنا ان الركبه ستيج، يعني مشاكلها درجات، مثلا بالنسبه لي تاكل مفصل الركبه او خشونه مفصل الركبه. الرباط الصليبي اشهر مشهور في اصابات الركبه، هل لابد ان اي اصابه في الرباط الصليبي يتعمل عمليه ولا ممكن حاجه تانية حسب نوع المشكله؟ كثير جدا من النقاط النهارده هيتم نقاشها بالتفصيل في عالم الركبه المثير اللي ما فيش بيت في مصر وفي الوطن العربي ما فيهوش مريض بيعاني من مشاكل في الركبه قد تصل الى مرحله الاعاقه. خلي بالكم الحته دي. النهارده لقاء مهم جدا مع اسم قدير في عالم جراحات العظام والمفاصل الصناعيه والكسور، النهارده اسم قدير، وسعيد جدا بقبول دعوتنا ووجوده معنا النهارده الاستاذ الدكتور عماد مجدي رفائيل، استشاري اول جراحات العظام والكسور والمفاصل الصناعيه، زميل جامعه أولم بايرن الالمانيه ومعهد سان دييغو لجراحات الكتف، زميل مستشفى يو كي 3 يو كي بي ببرلين الالمانيه، عضو جمعيه جراحي مناظير المفاصل الاوروبيه والمصريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، منور ناس الحلو. ميرسي يا فندم. عايز ابدا الاول بسؤال كلاسيكي قوي، كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي عندهم مشاكل في ركبه، كتير منهم عندهم صوت في ركبته وهو بيثني ركبته او بيفردها،
بيحط ايده بيحس وبيشوف بيسمع الصوت ده. هل كل صوت في الركبه خشونه؟ لا طبعا، هو مين فينا ما طلعش اصوات من ركبته؟ كلنا بنطلع اصوات من ركبتنا، بس الصوت ده لازم يتعمل له اناليسيس، نعمل تحليل لصوت الركبه. يعني لو في صوت حكه بسيطه، صوت طقطقه خفيفه جدا وانت طالع وانت نازل السلالم، يبقى ده جزء من مفصل الركبه اللي هو الباتيلو فيمورال جوينت، او جزء احتكاك مفصل الصابونه بالجزء الامامي مفصل الركبه اللي هو ده. اللي هو جزء الباتيلا بالتروكلير جروف ده. ده جزء الصابونه بالرطفه بتاعتها. وده بيجي بقى في اليونج ايج، السن الصغير، لان زي ما قلت حضرتك كده المقدمه الجميله بتاعت حضرتك، الفولت بوزيشنز العادات الغلط، بنقعد تانيين رجلينا تحتينا، السوفت سوفاز اللي بنقعد واطيين قوي رجلينا واطيه قوي. انا لو دخلت معرض اساس هتلاقي كل الاساس واطي، غريب جدا. واولادنا اولادنا اللي بيقعدوا يذاكروا على السرير وبيقعدوا تانيين رجليهم تحتيهم بالساعات، ويقعدوا ينسوا ان احنا ننسى نفسنا قصاد التلفزيون، نقعد تانيين رجلينا تحتينا، نيجي نفرد نسمع صوت طقه ونفتكر فجاه ان جالنا خشونه. الخشونه زي الشعر الابيض ما بتجيش فجاه، الخشونه بتحصل على مدار سنين، لكن لازم نعمل اناليسيس لصوت الركبه. لو الصوت حك خفيفه اسلوع نزول السلالم، يبقى ده اللي هو البي اف اي او باتيلو فيمورال جوينت. لو صوت طقه كبيره اثناء المشي، يبقى هو التيبيو فيمورال جوينت او مفصل الركبه نفسه. لو صوت ويبقى صوت متكرر وبسيط، لكن لو انا لفيت على الرجل الثابته او عملت حركه دائريه اللي هو زي كده ولفيت وحصل صوت تكه جامده، يبقى ده ممكن يكون قطع في غضروف الركبه، ودي حاجه شائعه جدا، لان انا عندي نوعين من قطع غضروف الركبه، قطع تهتكي وقطع اصابي. يعني واحد ركبته اساسا فيها نسبه خشونه ولف لفه بسيطه حصل قطع في غضروف الركبه، ده قطع تهتكي، ده ليه اسلوب في العلاج. وفي واحد لعيب كوره نزل الملعب ركبته سليمه تماما، تعرض لاصابه كبيره جدا، لف لفه كبيره جدا على الرجل الثابته، حصل قطع كبير في الغضروف، ده قطع اصابي، ده ليه طريقه ثانيه للعلاج. فهو الرساله اللي عايزين نوصلها للساده المشاهدين، ان دونت بانيك، ما تحسش بانزعاج من صوت ركبتك، ومش كل صوت معناه خشونه. نعمل اناليسز وتحليل الالام، لان ايرلي مانجمنت وتدخل المبكر لينا بيجيب نتيجه ممتازه. الخشونه ليها علاج طبعا، بس بدري، ما نسيبش الخشونه تبقى تاكل في سطح المفصل وتاثر على سطح المفصل وندور لها على علاج في الوقت المتاخر. اصبح حقن الركبه دلوقتي واقع علمي مهم جدا، لكن هو سؤالين مرتبطين بيه. امتى اعمل حقن للركبه؟ ومين اللي يقوم بهذه الاجراءيه؟ اللي يقوم بعمليه الحقن للركبه؟ وايه المواد برضو اللي بتتحقن؟ الحقن احدى وسائل العلاج وليس هو العلاج. لو الساده المشاهدين وصل الكونسبت ده، هنستخدم الحقن باسلوب ممتاز. الحقن بعد استنفاذ الوسائل العلاجيه الدوائيه في حالات الخشونه البسيطه انها بتجيب نتيجه ممتازه. لكن في الرياضيين، الناس اللي عندهم اصابات، ساعات الحقن بيفيدهم جدا. بس نحقن ايه؟ احنا بنحقن حاجات كتيره جدا، بنحقن كورتيزون، الناس كتير بتخاف منه وبتسميه البعبع، بس هو علميا مثبت، بس في اضيق 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 الحدود. بنحقن اتش اي هيالورونيك اسيد، او الماده الجيلاتينيه المسمى ماده جيلاتينيه، افضل كتير جدا ما احنا نسميها الماده الزيتيه، البلازما بي ار بي، وبنحقن اوزون. وده كل ده حقن بيتعمل في الركبه حسب درجات الخشونه. وبرده مين يحقن الركبه؟ في ناس كتير، تخصصات كتير تحقن الركبه، لكن انا دايما اقول اللي يحقن الركبه يقدر يكمل وسائل التانيه للعلاج. يعني انا رحت لطبيب، لازم الطبيب ده يكون جراح، يبتدي معايا بالعلاج بالكاسكيد بالالوجريزم. عارف طبعا ان كل الطب ماشي بالجايد لاينز، الحقن احدى وسائل الجايد لاينز، ما جابش نتيجه بتشفت ذا انذر ميثود. في علاج طبيعي، في علاج دوائي، في عمليات بالمنظار، في تغيير مفصل، لكن لو انا حقنت وما جابش نتيجه، هل اللي حقني هيعرف يكمل معايا ولا هضطر شفت تخصص تاني؟ بس او هيستمر في عمليه الحقن وما يوجهنيش لتخصص تاني. بالظبط. فاحنا جراحي العظام والمفاصل، احنا بنخش جوه الركبه زي بنخش جوه بيتنا، لان احنا بنخش في المفصل بالمنظار. فتخيل حضرتك انت بتخش في بيتك كل يوم، عارف ولا مش عارف؟ هو دخول البيت بمعنى درجه المعرفه بتفاصيل هذا التشريح لهذا المفصل. بالظبط. عشان كده في بعض الناس بيحقنوا بالالترا ساوند، وفي ناس مش محتاج، مش لازم ان انا استخدم الترا ساوند في الحقن.
ما انا عارف كل يوم بخش بالمنظار فين، فاكيد اللي بخش بالمنظار يبقى اكيد هخش الحقنه في نفس المكان. لكن الابيوز او عدم الاستخدام الحقن بطريقه علميه، يعني البلازما بالذات شاع في الاونه الاخيره استخدامها بطريقه مش صح، هي مثبته علميا فاضيق الحدود. المريض اللي هو عنده خشونه بدري قوي، سن صغير، لا يعاني من امراض مزمنه، الخشونه تبقى في جزء واحد، يعني جزء الصابونه، الجزء الداخلي، الجزء الخارجي، اصابه بسيطه في الغضروف، ده ممكن يحمل حقن بلازما كاحدى الوسائل العلاج. لكن انتشر في الاونه الاخيره وشفناها كتير قوي في مراكزنا ان بيجي لنا مريض عمل حقن بلازما وهو درجه خشونه متقدمه، ده غير مثبت علميا على الاطلاق، وكل الجورنالز لا تؤكده على الاطلاق، لانه هو بيدخل نسبه الانفكشن اللي بتحصل من البلازما في السن الكبير بتبقى اعلى من السن الصغير. عشان كده كل ما عملنا سيليكشن واخترنا المريض الصح كل ما كانت نسبه البلازما عاليه. مثال واحد عايز اقول لحضرتك، لو اي واحد بياخد مضادات التهاب تفسد البلازما، لو اي واحد بياخد دواء سيوله تفسد كفاءه البلازما، فلازم في بريكوشنز كتير وتحضيرات كتير ممكن المريض يحضرها بالاسبوع والاثنين والثلاثه قبل ما يفكر يعمل حقن بلازما. او المنظومه اللي بيتعالجه الدكتور، يعني اللي بيعالجه لازم يكون محضره كويس وفاهم وضعيته ايه، هو بياخد ايه قبل ما نبدا نشتغل على البلازما بالظبط. وساعات بنعمل ميكس ما بين البي ار بي بلازما مع الهيالورونيك اسيد، والهيالورونيك اسيد برضو هو كيوريتيف علاجي، اللي هو الماده الجيلاتينيه، الماده الجيلاتينيه بتركيزات البسيطه والمتوسطه والعاليه والكروس لينكد ونوت كروس لينكد، احدى وسائل علاج الخشونه وليست هي الاساس في علاج الخشونه. لكن اهم حاجه في علاج الخشونه نعرف سببها، اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني الوزن زايد نقلله، العضلات ضعيفه نقللها نقويها بالعلاج الطبيعي قبل ما نفكر نحقن. ساعات بنظلم الحق ان احنا نعمل حقن على طول، لا، لازم نفحص المريض اكلينيكيا كويس ونعرف سبب، ممكن يكون السبب عاده واحده بس خاطئه تتصلح المريض يخف. المنظار دوره مهم جدا دلوقتي في كل فروع الطب وخصوصا في عالم الركبه. طبعا المنظار مهم جدا، لان لو زي ما قلت لحضرتك حصل قطع في غضروف الركبه، القطع ده ممكن يكون قطع اصابي او قطع تهتكي. انتشر جدا جدا المريض يجينا ومعاه اشعه برنين مغناطيسي ومكتوب فيها ان في قطع في الغضروف. الناس اللي عندها قطع في الغضروف مفيش مريض خشونه متوسطه الا وهو عنده قطع في الغضروف، وهو مفيش واحد معدي سن ال 45 الا يكون عنده شعر بيضاء. اكيد. طب لوجيك از لوجيك. فالمريض يجي باشعه رنين ويقول لي انا عندي قطع في الغضروف، لا، انت عندك خشونه وحصل منها مضاعفات قطع في الغضروف، ده اللفظ الصح اللي بيتقال. من هنا الى هذا الاساس لازم نعمل اسسمنت للخشونه، الام ار اي سوفتش ده اشعه تشخيصيه للانسجه، لازم يعمل اشعه اجهاديه وهو واقف وهو نايم، ونقيم مدى قد ايه العظمتين دول قريبين من بعض. لو العظمتين دول قريبين من بعض والمسافه ضاقت، طب ما اكيد الغضروف اللي في النص التاكل التاكل. طب هو التاكل ومكانه، ولا التاكل واتقطع وفي مكانه، ولا التاكل والفرافيت بتاعته معلقه في قلب الركبه؟ هو ده بقى، ده الحاجه الوحيده اللي ممكن اخش بالمنظار اعمل بيه علاج لمضاعفات الخشونه، ان انا يكون حصل قطع في الغضروف والقطع ده حصل نتيجته ان في فراجمنتس اجزاء من الغضروف اتحشرت ما بين العظمتين، فبالتالي بخش بالمنظار زي ما وضح في الفيديو ان انا بعمل ديبرايدمنت او تنظيف سطح الغضروف بالمنظار. ساعات حاجه تانية مهمه جدا حاجه اسمها فيلد كومبارتمنت، ان الجزء نفسه ده بيبقى ضعف جدا، عظمتين قريبين من بعض حسب بيحصل زي عارف زي جلطات، بيحصل جلطه في الجزء ده، يبقى في بون مارو قديمه، احتقان جامد في سطح المفصل، بيحصل قرحه، سطح المفصل ابتدي يقع، يبقى ده لازم نخش بالمنظار ننظف سطح المفصل، بنعمل تثقيب للقرحه ديت، وده برده في اضيق الحدود، يبقى تبقى هي احدى الوسائل للعلاج مع الحقن ومع العلاج الطبيعي. ده الدور الوحيد اللي في المنظار اللي ممكن اعالج بيه الخشونه الركبه. لكن لو حصل قطع في الغضروف، واحد رياضي وركبته سليمه تماما، ده لازم الغضروف يتصلح فورا، بيعمل حصل له اصلاح خياطه، بنخيطه بغرز بالمنظار، وده بيدي نتيجه ممتازه بس بتمنعه انه ينزل او يحط رجله على الارض لمده من 6 أسابيع لشهرين. بس اللي احنا شايفينه دلوقتي ده هو الاصلاح لاصلاح غضروف الركبه بالظبط، ده المينيسكال ستيتش
او اصلاح قطع غضروف الركبه عباره عن غرزه بتتخيط الغضروف، بس عشان الغضروف يلتئم لازم 6 اسابيع، وفي نسبه التئام حسب مكان القطع. يعني لو الغضروف ده بلادلس، يعني كل ما دخلنا قريب المفصل كل ما كان الدم اللي بيوصل له قليل. انت حضرتك عارف هو 3 زونز، جريد جراي وايت زون. لو القطع في الوايت زون بنشيل حته صغيره جدا من الغضروف، لكن لو قطع في الجراي او ريد زون المينيسكال ستيتش ديت بتبقى ممتازه جدا. ساعات احنا بقى في البلازما بنعمل حقن واحنا جوه اوضه العمليات بالبي ار بي ما بين سطح المفصلين علشان نعمل تحفيز للالتئام، للتغذيه والالتئام. بالظبط كده. طبعا الغضروف عموما التغذيه الدمويه فيه قليله، بس هي درجات برضو، يعني في اجزاء فيه طبعا اعلى واجزاء اقل في التغذيه الدمويه. سؤال، امتى تبقى عمليه الركبه ناجحه؟ اقول ان العمليه ماشيين احنا على تراك النجاح. انه عمليه في الركبه، عمليه الغضروف مثلا، عمليه الغضروف لو احنا مشينا في العلاج التحفظي كله واستنفذنا الوسائل السلميه كلها في العلاج، والدكتور شخصني ان انا الجراح بتاعي كشف عليا كويس واستنفذت الوسائل السلميه، ممكن بالمنظار بلاقي حاجات كتير جدا مش باينه في اشعه الرنين. ممكن الاقي فورين بودي، جسم غريب. جاي منين؟ حصوه، زي حصوه التكلسات. بتحصل نتيجه قله شرب الميه. ما بقول لحضرتك الباد هابتس، قله شرب الميه. قله شرب الميه زي الحصوه اللي بتيجي في الحالب، في حصاوي بتتكون جوه الركبه، النقرس او النقرس الكاذب السودو جاود زي ما حضرتك عارف. املاح بتترسب جوه الركبه وبتعمل زي الفورين بودي. ساعات البني ادم بيحس بحاجه بتجري في ركبته. ساعات اوستوفايت او نتوء من نتوءات الخشونه بتفصل لوحدها، او ساعات الرطفه دي نفسها بيبقى فيها مال تراكنج، وده شيء مهم جدا. يعني اثناء طلوع السلالم ونزول السلالم الباتيلو فيمورال دي احنا بنساعد كتير قوي ما ناخدش بالنا منها ان هي دي ممكن تكون سبب. ممكن تكون الرطفه جايه كده او الرطفه جايه كده، عظمه الصابونه اتحركت من مكان، فبتعمل لها بنعمل التراكنج بتاعها بالمنظار، بترجعها لمسارها الطبيعي، بنعمل لها بناخد وتر وبنحزم بيه الرطفه وبنثبتها هنا بحيث بتعمل لها جود تراكنج، لان دي من احد اهم اسباب الام الركبه اللي هو الانتيرو نيبينال، الالم في الجزء الامامي وانا طالع وانا نازل السلم. اوكي، هروح بقى لاشهر مشهور في الركبه هو الرباط الصليبي. الرباط الصليبي امتى لازم اعمل له عمليه؟ هل كل واحد عنده مشكله في الرباط الصليبي او قط يتعمل له عمليه ولا لا؟ وامتى العمليه دي اقول انها نجحت فعلا؟ ودور المنظار برضو في عمليات الرباط الصليبي. هنرجع لمرجوعنا ان مفيش واحد فوق ال 45 ما عندوش شعره بيضاء. فاغلب الناس اللي عندها خشونه عندها نوع من انواع الارتخاء في الرباط الصليبي. وده مش معناه ان انا لازم اعمل عمليه. ساعات ناس بيجي لي مهمل في قطع الرباط الصليبي بقى له 10 سنين وجاي يعمل عمليه. ساعات اقول له انا اسف انت الركبه حصل خشونه، ان وانس وجود خشونه ما ينفعش اعمل عمليه رباط صليبي. لان لو عملت عمليه رباط صليبي وجود خشونه، الخشونه بتزيد، ان انت بتحزم الركبه اكتر وبتضيقها اكتر. امتى اعمل عمليه رباط صليبي؟ لو انا هاي ديماند بيشنت، يعني محتاج ركبتي في حركات عنيفه، سني صغير، بجري، هو مش لازم اكون لاعب رياضه، ممكن بجري، بمشي كتير، بحب امشي كتير، سني ايفن حتى 50، شغلته بتستدعي المشي كتير. بالظبط، السن مش 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 معيار في قرار عمليه الرباط الصليبي. لو سني 50 وركبتي ما فيهاش خشونه جدا وجالي قطع في الرباط الصليبي هعمله. لكن لو سني 35 وعندي روماتويد وعندي مثلا قطع في الرباط الصليبي مش هعمله. فهو لازم العيان في بيشنت سيلكشن حسب هو اللي بيحدد درجه نجاح عمليه الرباط الصليبي. وعمليه الرباط الصليبي دلوقتي كلها تعمل بالمنظار، بس من كتر الانوفيشنز والتكنولوجي بتاعتها احنا ابتدينا دلوقتي نستخدم اوتار الانكل في ان احنا نعمل رقعه الرباط الصليبي. فبناخدش حاجه من الركبه، عارف زمان كنا بناخد الاوتار بتاعت عضلات الخلفيه، لكن دلوقتي كمان بناخد من الانكل، فبالتالي الرهاب او سرعه الاستشفاء بقت اسرع بكتير جدا. فتحه بسيطه في الانكل لا تتعدى 1.5 سم، بناخد وتر من اوتار الانكل ما بيأثرش تماما على حركه مفصل الكاحل، وبتتضفر وبتتعامل زي الرقعه بالظبط الرباط الصليبي، وبندككها هنا بالمنظار. نعمل تانلز وبندككها بالمنظار، فبالتالي سرعة الاستشفاء بتبقى أسرع بكتير جدا، لأن أنا بحافظ على كل أوتار الركبة. وإن كان الموضوع اللي عايز أسأل حضرتك فيه دوت هياخد وقت، يعني المفروض ياخد وقت طويل، لكن إحنا هنختصر فيه لأنه هياخد حلقة لوحده. تغيير المفصل، لما بنقول لمريض أنت محتاج تغيير مفصل الركبة،
كأنك بالظبط بتقول له يعني السيناريو في عقلية المريض العربي مخيف جدا ومرعب. بانيك. وهو سؤالي يعني هل فعلا عملية تغيير الركبة في 2024 مرعبة؟ عملية مرعبة، عملية مزعجة جدا. احنا عايزين نصلح مفاهيم. هو مش تغيير ركبة، هو تسطيح مفصل الركبة. هو انا ما بغيرش الركبة، هي دي الفكرة او العلم الصحيح. ان احنا مش تغيير مفصل، هو تسطيح مفصل. هو تسطيح مفصل او بغير السطح بتاع المفصل. يعني احنا دلوقتي في مفاصل زي مفصل الفخذ، بنشيل بنغير رأس المفصل وبنغير الاستبلم او الحق المفصلي، ده اسمه تغيير مفصل كامل. لكن الركبة الكونسبت بتاعها مختلف. كونسبت ان انا ما بشيلش الركبة، انا مجرد بشيل السطح. يعني انا باجي على السطح ده وبشيل الارتيكولار سيرفيس وبركب له زي غطاء او زي التلبيسة بتاعت السنان، كفر زي كراون سيرفيس، زي كراون. بس هي الفكرة بقى ان احنا الاوزان دلوقتي بقت كبيرة، والمكور موربيديتيز او الامراض المصاحبة للمفصل بقت كتير. ناس كتير قوي عندها سكر، ناس كتير عندها ضغط، ناس كتير اوزانها كبيرة، فده بيغير لي في نوع المفصل. لو انا عندي خشونة متوسطة وللأسف بقت شديدة، ما ضيعش وقت يا ريت في حقن كتير او ادوية كتير تأثر لي على المعدة، لان ساعات المريض بياخد وقت طويل قوي قبل ما يوصل للقرار ده، بيفقدوا صحته، يفقدوا معدته، بيفقدوا كليته، بيفقدوا من كتر الابيوز بتاع الادوية. فيا ريت نروح بدري وما نفتكرش انه مرض صعب، وتغيير المفصل مش عملية صعبة لان انا بغير السطح. لكن لو مريض وزنه كبير شوية ممكن اكله مفصل ذات عنق او ما يسمى المفصل الجذعي. لكن كل ما سبت الركبه تتعوج اكتر، ودي نقطه مهمه قوي، اللي اعوجاج او عدم استقامه الميكانيكال والاناتوميكال اكسس بتاع الركبه بيأثر جدا في قرارنا. يعني مثلا يجي لي مريض عنده خشونه وعنده اعوجاج، لو صلح الاعوجاج مش هيخش في تغيير مفصل. دي نقطه مهمه قوي، ان ساعات الناس بتيجي عامله اشعه بالرنين وعندها خشونه، طب نعمل اكس راي عاديه. طب ليه؟ لا، علشان نشوف الاكسس او زوايا الركبه. كل ما زاد الاعوجاج كل ما زاد درجه الخشونه. احنا بنصلح الاعوجاج في العمليه، بس عشان اصلح الاعوجاج لازم يكون مفصل ذات طبيعه خاصه، اللي هو المفصل الجذعي اللي هو بعنق طويل، علشان يقدر يشيل الاوزان ويصلح الاعوجاج. الحقيقه انا سعدت جدا بحوارك العلمي الراقي جدا تفصيلي، والنهارده استفدنا اشياء كثيره جدا. عالم الركبه عالم مثير، من اول الخشونه ومن اول قبل الخشونة الأصوات، مرورا بالغضروف وصولا للرباط الصليبي، ونهاية بتغيير مفصل الركبة، كلها محطات مهمة جاوبنا فيها على كل ما يدور في عقولكم حول عالم الركبة. ضيف العزيز واحد من نجوم هذا العالم الأستاذ الدكتور عماد مجدي رفائيل، استشاري أول جراحات العظام والكسور والمفاصل الصناعية، زميل جامعة أولم بايرن الألمانية، ومعهد سان دييغو لجراحات الكتف، زميل مستشفى برلين الألماني، عضو جمعية جراحي مناظير المفاصل الأوروبية والمصرية. نورت الناس الحلوة. ميرسي يا دكتور. ميرسي يا فندم. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الدكتور محمد صلاح قريشي، مدرس طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة سوهاج، استشاري تصحيح الإبصار بالليزك والفيمتوليزك، دكتوراه جراحات المياه البيضاء بالفاكوليزر، عضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار. أهلا بكم. من أهم الحاجات العظيمة، الاختراعات اللي أقدر أقول عليها أفادت البشرية، هي التكنولوجيا التي ربنا من على البشرية بها في عمليات تصحيح الإبصار. عمليات تصحيح الإبصار من أشهر العمليات، إن تكن الأشهر انتشارا على مستوى العالم. أكتر عملية بتجرى في العالم هي عمليات تصحيح الإبصار. فرق كبير جدا للناس كتير قوي في حياتهم قبل وبعد تصحيح الإبصار. إنسان قبل تصحيح الإبصار يا جماعة بيكون مقيد، أسير لأشياء معينة. أسوأ حاجة في الدنيا أنت تبقى أسير لحاجات معينة، أسير لنظارة لو كسرت أو تشبرت أو يعني شكلها مش حلو بيضايقك فبتضطر تقلعها.
أو أسير لعدسات لاصقة، وده في منتهى الخطورة. أنت أسير لحاجة هي بيني وبينكم عدوتك. العدسات اللاصقة عدو لدود للإنسان، في أي لحظة ممكن يغدر بيك. العدسات اللاصقة في أي لحظة تغدر بيا، آه طبعًا، تعمل لك التهاب، تعمل لك انفكشن. واحد يقول لي ده أنا رهيب، أو واحدة تقول لي أنا رهيبة في العناية بالعدسات اللاصقة، يا باشا ده ميكروب يتسلل إلى العدسة اللاصقة خلاص. مش أنا مش هكلمكم على الناس المجنونة اللي بتتعامل مع العدسات، لأن ملهاش مسمى عندي غير كده. الناس اللي بتتعامل مع العدسات اللاصقة بهمجية، بين قوسين دول يدخلوا مستشفى الأمراض العقلية في عنبر الخاطرين. أنا بتكلم جد. يعني لما حد لما ببص الاقي وانا قاعد مع حد في اي حته كده في وسط البتاع من غير لا غسيل ايدين، ابص الاقي واحده راحت مد ايدها وتقلع العدسه، دي حاجه على ده جنان. لما الاقي واحده حاطه العدسات في محلول بقاله 3 4 ايام، تطلعها من المحلول وتلبسها ولا غسيل ولا حاجه، والمحلول شكله اساسا يعني بقى عامل زي اقول لكم ايه، ده جنان. لما جنال اكتر لما واحده تروح تاجر عدسه من محل عشان لونها اخضر وهي لابسه فستان اخضر النهارده وفرح، فتروح تاخد ده جنان. فالجنان سيبكم من دول، الناس اللي بتتعامل مع عدسات اللاصقه، لان انا بتكلم على الناس اللي بتتعامل بدقه مع العدسات اللاصقه اللي موجوده في العالم كله وبتتعامل بنظافه. برضو العدسه اللاصقه تعتبر يعني كارثه مؤقته، مؤقتة بميقات معين ممكن تعمل مشاكل. فأنا في رأيي أنه تصحيح الإبصار نقلة تانية يا جماعة، نقلة تانية أن أنت تصحى من النوم مش محتاج النظارة، نقلة تانية أن أنت تصحى من أن أنت بتلعب كورة براحتك، بتلعب رياضة براحتك، شايف كويس كمان. النظارة على فكرة بتخليش الإنسان يشوف كويس. أنا أعتقد أنه لازم نرفع القبعة لعمليات تصحيح الإبصار. النهاردة يوم مهم زي ما قلت لكم، دايماً الحوار مع الأكاديميين له رونقه الخاص. اسم أكاديمي من طراز رفيع، واحد من نجوم عالم العيون، والحقيقة سعيد جدا بأنه قابل دعوتنا النهاردة وتكبد عناء الانتقال والسفر عشان ينورنا النهاردة في الناس الحلوة. ضيف العزيز النهاردة الأستاذ الدكتور محمد صلاح قريشي، المدرس للطب وجراحات العيون كلية الطب جامعة سوهاج، استشاري تصحيح الإبصار بالليزك والفيمتوليزك، دكتوراه جراحات المياه البيضاء بالفيكو، وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار اسم القدير. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك، هنقل على سلامتك. ربنا يسلم حضرتك، منور القاهرة. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. سعيدة وسعيد بوجودي مع حضرتك، ده شرف لينا. الأول قبل ما أبدأ وأدخل في الشروط، هو سؤالي الأولاني الشروط المبدئية والفحوصات اللي لازم نحطها في الاعتبار لعمليات تصحيح الإبصار، بس ده السؤال هو الأولاني. لكن قبله، هل فعلا اللي عندهم ضعف إبصار بيبقى عندهم زي ما تقول مأسورين أو أسيرين للنظارة والعدسات اللاصقة؟ فعلا هو زي ما حضرتك، بشكر حضرتك على المقدمة اللي قلتها في الأول. بس هو زي ما حضرتك قلت إن الواحد يبقى مرتبط بارتباط إن هو ما يقدرش يعيش حياته بصورة طبيعية إلا من خلال نظارة أو من خلال عدسات لاصقة، بتأثر على اللايف ستايل بتاعته عموما، بتمنعه من هو يمارس حياته بصورة طبيعية. وده اللي هيخلينا ننقل على السؤال اللي حضرتك قلته، هل كل الناس ينفع لهم عملية تصحيح إبصار؟ لأن في ناس كتير من وقع الأسر دوت بيبقى هم عايزين يتخلصوا من النظارة أو يتخلصوا من العدسات اللاصقة بأي صورة أو بأي شكل. وده اللي بنتسأله كتير في العيادة أو في السنترز، إن هل يا دكتور أنا ينفع لي العملية، أخويا عملها وأختي عملتها، لكن أنا هل ينفع أعملها ولا لا؟ وهو ده سؤال مهم. احنا قبل ما نقول لأي مريض هل حضرتك تنفع تعملها او لا، لازم بنطمن. اول حاجة بنقيس، بيبقى فيه قياس دقيق جدا لحدة الإبصار، بيبقى بعد كده بنعمله أشعة اللي هي البنتا كام عشان نطمن على حاجة اسمها سمك القرنية. دول يعتبروا اهم حاجتين، لكن الضلع الثالث المهم جدا واللي انا بشوفه انه ده لازم ان احنا نطمن عليه، ان احنا لازم نشوف رقم واحد عدسة العين، ونشوف الجزء الخلفي من العين، الشبكية، مركز الإبصار، عصب العين، نطمن إن مفيش مشاكل تعوق عملية الإبصار أو تعوق النتيجة اللي احنا منتظرينها من عملية الإبصار. وده ليه؟ لأن أنا ما بعتبرش اللي لابس نظارة أو اللي لابس عدسات لاصقة ما بعتبرهوش مريض، أنا بعتبره شخص عايز يغير اللايف ستايل بتاعته بحيث إنه يبتدي يعيش بطريقة أفضل.
طب بنسمع عن الالترا ليزك، ايه هو الالترا ليزك؟ الالترا ليزك ده يعتبر هي العمليه الاشهر في عمليات تصحيح الابصار. احنا بنبتدي نرفع فيها زي فلاب او طبقه رفيعه جدا من القرنيه في حدود من 80 او 90 مايكرون، بحيث ان احنا نوجه الاكسايمر ليزر على الاسترومال الكورنيال استروما او بطانه القرنيه، بحيث نقدر نعالج ضعف النظر سواء قصر نظر او طول نظر او حتى استجماتيزم، بنقدر نصلحه بصوره كبيره جدا وبيدينا نتائج فوق الممتازه. مين المناسب ليه؟ هو الالترا ليزك يعتبر او هو يعتبر الكونفنشنال بالنسبه لنا اللي احنا بنستخدمه، بيبقى بطريقه شائعه كبيره جدا. هو احنا اي حد، قبل ما بقول لحضرتك، احنا بنطمن على رقم واحد حده الابصار، رقم اتنين سمك القرنيه. اي حد بيبقى سمك القرنيه بتاعه في حدود 480 مايكرون، بنبتدي نطمن ان لو نسبه حده الابصار اللي عنده بتخليني ان انا اقدر اشتغل الترا ليزك، يعتبر الالترا ليزك من الحلول المفيده جدا جدا جدا، ومن العمليات الامنه جدا جدا جدا، ومن اللي بتديني نتائج ممتازه. طيب الفيمتو ليزك اسم مشهور برضو جدا. حاليا الفيمتو ليزك ده يعتبر احدث صيحه في عالم تصحيح الابصار. هنا بقى زي ما قلت لسيادتك ان احنا الالترا ليزك هو الاكثر شيوعا، لان هو اللي بيعتمد على ان سمك القرنيه بتاعنا بيبقى مناسب. طيب في بعض المرضى بيبقى سمك القرنيه عندهم بيبقى رفيع شويه، بيبقى الالترا ليزك ذات نفسه ما بنقدرش ان احنا نستخدمه بصوره امنه. هنا الفيمتو ليزك هو اللي بيوفر لي حل امن، عن طريق ان احنا الفلاب او الطبقه الرفيعه ديت بنحدد المارجن او الحدود بتاعتها، وبنحدد السيكنس او السمك بتاعها بجهاز الفيمتو ليزر. ده بيديني نتائج اكثر امانه اثناء العمليه، وبيوفر معايا في الوقت بتاع العمليه. طبعا الرؤيه بتاعته برضو من الحاجات اللي بتدينا نتائج ممتازه جدا. مين الناس المناسب ده؟ هو يعتبر مناسب لاغلب الناس، بس احنا دايما بنخليه دايما او دايما بنستخدمه مع بعض الحالات اللي هي بيبقى معاهم قصر نظر، بيبقى صوره بصوره كبيره، وبيبقى سمك القرنيه بتاعهم قليل بس في حدود الطبيعي. اسم برضو مشهور جدا اسمه الكاستم ليزك. كاستم اسم يعني تفصيلي تقريبا، ليزك تفصيلي. انا بعتبر الليزك التفصيلي ده من الحاجات اللي فرقت جدا في عمليات تصحيح الابصار، لان هو مش بس بيحسن النظر، هو بيحسن الكواليتي، بيحسن جوده الرؤيه. طب انا بس عايز افهم، والناس برضو اكيد عندها، عايزين يفهموا كلمه يعني ايه جوده الرؤيه. جوده دي يعني ايه جوده الرؤيه؟ هل معناها مثلا ان انا هشوف افضل؟ هي جوده الرؤيه كمسافه احنا كده كده باذن الله بنشوف 6 6 يعتبر بعد العمليه. بس جوده الرؤيه هنا ان الكاستم ليزر بيقلل معايا الهالوز او الجليرز، بالذات الهالات، الهالات اللي ممكن يشوفها، وبالذات في بعض الناس اللي هم الدرايفرز او اللي بيسوقوا بالليل بصوره كبيره، مع الاضاءات بتاعه عواميد النور او الكشافات في الناس اللي جايين، يقولك انا بشوف هالات ضوئيه. دي بيحسنها بصوره كويسه جدا الكاستم ليزر، لانه بيعتمد على خاصيه الايريس ريجستريشن او بصمه العين. هو بيعالج الانحرافات البصريه الخاصه بعين كل مريض على حده. حلو قوي. نيجي بقى للليزر السطحي اللي هو كان اول ليزر طلع، وبعدين قعدتوا تقولوا، يعني انا سمعت في المؤتمرات بتاعتكم بتقولوا ايه جمله حلوه قوي، باك تو ذا سيرفيس، نرجع تاني نشتغل على السيرفيس تاني، وبداتوا تميزوه يعني تاني. الليزر السطحي او اللي احنا بنسميه البي ار كي، هو يعتبر عمليه في الاخر احنا زي ما بقول لحضرتك البيز بتاعنا، لان هو تعتبر الموست سيف. ليه؟ لان احنا هنا بقى ما بنرفعش فلاب من القرنيه خالص. تمام. احنا هنا بنوجه الليزر على سطح القرنيه، بنقدر نعالج بيه ضعف النظر بجميع انواعه، سواء قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم، من غير ما نرفع اي فلاب في القرنيه. ميزه الليزر السطحي زي ما بقول لحضرتك، عشان موضوع ان احنا ما بنرفعش فلاب بيبقى امن جدا، بالذات مع الرياضيين. يعني الرياضيين بالذات اللي هم الرياضات العنيفه، كاراتيه، بوكسنج، حاجات زي كده، كره القدم بيحسن معايا الرؤيه من غير ما ابقى قلقان نتيجه الصدمات او الخبطات اللي ممكن تحصل، بيفرق معايا بصوره كبيره جدا. الليزك السطحي هو يعتبر الليزك او الالترا ليزك او الكونفنشنال ليزك كنتيجه، لكن بيبقى فارق بس ان احنا بنحط زي كونتاكت لينس، لان احنا بنسلط الاكسايمر ليزر على سطح القرنيه، فبنحط زي عدسه لاصقه كده لمده من 5 ايام لاسبوع،
لحد ما الانسجه بتاعه القرنيه تلتئم. وانس ان هي التئمت بعد اسبوع بيبتدي يمارس حياته بصوره طبيعيه تماما. طب ما في ناس عندها ضعف ابصار شديد جدا او سمك القرنيه ما يسمح لهمش اي عمليه من اللي احنا قلناهم، يعني هل لهم ايه دول؟ دول بنبتدي بقى نلجا لحاجه ثانيه اللي هي اسمها زراعه العدسات، او اللي هي اشهر نوع اللي هو الاي سي ال. تمام. احنا بس قبل ما نقول لاي حد، هل اي حد ممكن نقول له تعالى احنا ممكن نعمل لك زراعه عدسات؟ لا، لازم نطمن ان هل سمك الخزانه او عمق الخزانه الاماميه عنده يسمح بزراعه العدسات ولا لا. زراعه العدسات هنا بتوفر له ان هي بتحسن معانا الرؤيه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه ثبات، ما بنبقاش قلقانين انه يحصل ريجريشن. رقم ثلاثة ودي مهم جدا، ان انا ما بلمسش هنا سطح القرنيه خالص، ما فيش ليزر بيروح ناحيه سطح القرنيه، فما باثرش عليه، وبالذات في الناس اللي سمك القرنيه عندهم بيبقى رفيع او ضعيف شويه. إذن زراعه العدسات ليها برضو يعني بريكوشنز او احتياطات مهمه جدا، او شروط لازم نطمن قبل ما نقول لاي مريض ان احنا هنعمل لك زراعه عدسات. لازم نطمن كمان، غير ان احنا نطمن على سمك القرنيه، الناس اللي بيبقى عندهم قصر نظر شديد لازم نطمن على الشبكيه بصوره اكثر دقه من الناس اللي عندهم قصر عادي. لا، نقف عند الحته دي بقى، دي مهمه في الفحوصات، مهمه جدا. اشرح لي الحته دي يا شيخ. الناس اللي بيبقى عندهم قصر نظر شديد بيبقى معاهم في بعض الاحيان تليفات او ضعف على مستوى الشبكيه. هو ده ما بيأثرش معايا اثناء العمليه، بس هو كل الحاجات ديت، لان زي ما بقول لحضرتك احنا الفكره كلها احنا بندور على كواليتي اوف لايف، هو بيدور على حياه او لايف ستايل بصوره مختلفه. فهي كل الفكره ان احنا عايزين نبقى مطمنين ان مفيش تاثرات على مستوى اطراف الشبكيه او على مستوى مركز الابصار نتيجه قصر النظر الشديد، بحيث نوصل لافضل نتيجه بعد زراعه العدسات. هسال برضو سؤال مهم قوي. الناس، في ناس تانية ما ينفعهاش يعني عمليات تصحيح الابصار، يعني برضو يكون عندهم حالات مرضيه في القرنيه مقلقه؟ كتير ناس بنبعتهم على اساس ان هنعمل الفحص، عايزين نطمن على حضرتك عندنا في المركز. بمجرد ما يجي وبنعمل الفحص بنفاجئ ان سمك القرنيه رفيع وفي زياده في تحدب القرنيه، ده اللي احنا بنسميه القرنيه المخروطيه. هنا بنبتدي نقف، لا احنا مش هنقدر نعمل له عمليه تصحيح ابصار، بيبقى فيه حلول تانية. حلول تانية كتير كتير جدا، بداية من العدسات، بتبقى في العدسات الصلبة، مرورا بتثبيت القرنية، انتهاءا او حاليا احدى الصيحة اللي هي زراعة الحلقات بالفيمتو ليزر. دي بتحافظ على ان ما يزيدش التحدب بتاع القرنية في اثناء الوقت، وفي نفس الوقت بتحسن مع المريض الرؤية. اذا مهم جدا ان انا اكتشف ان الحالة دي مش قرنية مخروطية. ده اهم حاجة. ده مهم جدا، ما عشان كده هتلاقي سيادتك لازم الشروط اللي قبل ما نعمل اي عمليه لازم نبقى مطمنين بالبنتكام على خريطه القرنيه ان مفيش اي مشكله على مستوى القرنيه. غير سمك القرنيه بنطمن، سمك القرنيه مفيش تحدبات، مفيش قرنيه مخروطيه، مفيش تاثر في خريطه القرنيه، بالتالي نقدر نمارس او نقدر يعني نستخدم الاكسايمر ليزر او تصحيح الابصار من غير ما نبقى قلقانين. طيب بعد كل نوع من العمليات اللي احنا اتكلمنا عنها، ايه المطلوب من العيان؟ ايه البريكوشنز؟ هو احنا العيان، ميزه العمليات تصحيح الابصار ان العيان ممكن يبتدي يمارس حياته بصوره طبيعيه بعد من يوم لثلاث ايام. العيان بيحس بتحسن على مستوى الرؤيه ممكن من ثاني يوم، من ثاني يوم ممكن نقدر نخليه انه يبتدي يستخدم الموبايل، يستخدم التلفزيون. نبتدي نديله القطرات، القطرات بتبقى ديت بنبتدي نعمل لها تابرنج او بنقللها تدريجيا، بتبقى في اول اسبوع بمعدل بنبتدي نقلله، تاني اسبوع، تالت اسبوع، رابع اسبوع، من الاسبوع الرابع بنبتدي نوقف القطرات خالص. بعد كده بيمشي لمده شهر ونص او من شهر ونص لثلاث شهور بعد العمليه على قطره بتبقى مرطب عشان خاطر بس الجفاف، لكن هو من اليوم لثلاث ايام بيبتدي يمارس حياته بصوره طبيعيه تماما من غير اي مشكله ومن غير اي عوائق. يمارس الرياضه، يعمل كل الرياضه، بيبتدي بيبقى فيه محاذير. بنبتدي كل اسبوع في اثناء متابعتنا مع المريض بنبتدي نقول له خلاص احنا والله ممكن احنا مثلا النهارده هنستخدم الموبايل مثلا بمعدل معين، خلاص لا الاسبوع الجاي هنزود المعدل شويه، ونبتدي نمارس حياتنا برده بصوره طبيعيه تماما
ميزه الليزر ان هو ما بيعتمدش على زي ما بقول حضرتك ما بيعتمدش على فتره نقاهه كبيره. احنا من في الاسبوع الاولاني مش اكتر من كده بيبتدي بعدها يمارس حياته بصوره طبيعيه جدا، سواء الرياضه سواء الخروج، بيبتدي بس بيبقى فيه شويه بريكوشنز بالنسبه لحمامات السباحه او الحاجات اللي زي كده، دي هي اللي ممكن بنستنى عليها شويه من الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع من بعد عمليه الليزر. عندي اتنين. تمام. اتنين. تمام. واحد هقول لك يلبس البدله الزرقاء ده يعاقب مجرم، والتاني يلبس بدله حمراء يعاقب بس عقاب عنيف للغايه. في عالم تصحيح الابصار، في عالم القرنيه المخروطيه، في عالم الفحوصات ما قبل، مين اللي تلبسه بدله زرقاء؟ اللي هو قصد حضرتك انه هو يعني اجرم. اجرم. والله انا اللي البسه البدله الزرقاء اللي هو والله يبقى شايف ان في ممكن معانا مشكله، تمام، او سمك القرنيه بتاعه يسمح بنوع معين وما يديلوش النوع دوت، لا اديله نوع مختلف. يعني مريض ممكن الفيمتو ليزر هيبقى نتيجته افضل، لكن هو ما نستخدمش الفيمتو ليزر نبتدي نعمل له الالترا ليزر، فهنا ده ممكن يعاقب. طب مين اللي يلبس البدله الحمراء؟ اللي يبقى شايف مريض عنده قرنيه مخروطيه ويدخله عمليه تصحيح ابصار. هو في حد ممكن يعمل الحركه دي؟ يعملها يعني اكيد جهل. بيعملها ممكن في بعض الاحيان ممكن لعدم معرفه. لعدم معرفه؟ ما عملش فحوصات بشكل جيد؟ او ما عملش الفحوصات او تسرع او تحت ضغط المريض ان المريض عايز يتخلص من النضاره، فبيبتدي زي ما بقول حضرتك تحت ضغط المريض يخلي الطبيب يتسارع في اجراء الفحوصات فما ياخدش الموضوع بدقه كافيه تبتدي تخليه امن للمريض وللدكتور. اعتقد ان ده شيء مهم جدا، لان العمليه سيف جدا وامنه جدا ونتائجها رائعه جدا. القصه كلها ان انا بس احط المريض المناسب للعمليه المناسبه. هو ده المطلوب منك، ان انت تبقى متاني. العمليه كلها بتاخد ايه؟ 10 دقايق باين. العمليه لو ان شاء الله الامور كويسه ما بتاخدش اكتر من 5 دقايق. 5 دقايق. لكن الفحوصات قبلها لازم تاخد وقتها، ولازم تاخد انواعها، ونفحص الشبكيه لمرضى قصر النظر الشديد جداً. ولازم نبقى متأكدين من طبيعة كل شيء، سمك القرنية، القرنية فيها أي مشكلة، واختيار النوع المناسب. واختيار النوع المناسب ده اللي انت ركزت عليه كله. ده مهم جدا. تنورتني وأسعدتنا، ومنتظرينك في زيارة قادمة. طبعا. إن شاء الله. فرصة سعيدة. تنور في أي وقت. فرصة سعيدة وسعيد بوجودي مع حضرتك جدا. وسلامي لكل أهل سوهاج والصعيد كله. الناس الجميلة دي. ضيف العزيز. شرفت بحضرتك. الله يبارك فيك. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم العيون في جامعة سوهاج، الأستاذ الدكتور محمد صلاح قريشي، مدرس طب وجراحات العيون كلية الطب جامعة سوهاج، واستشاري تصحيح الإبصار بالليزك والفيمتو ليزك، دكتورات جراحات المياه البيضاء، وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار. كان ضيفا غاليا علينا في واحدة من حلقاتنا المهمة جدا اللي عنوانها تصحيح الإبصار، عملية جميلة ولطيفة ولذيذة، وتكنولوجيا فيها زي ما بتقول بتعمل حاجات جميلة جدا. دور الدكتور انه يحدد النوع المناسب من هذه التكنولوجيا لحضرتك، ويتأكد من استعدادك الكامل للتعامل مع اي عملية من تصحيح من عمليات تصحيح الابصار بدون اي مشكلات، ان انت مناسب لهذه العملية. وده الاستعداد ما قبل العملية اهم من الشغل، ضبط الشغل. خليكم معنا. السبب الأساسي للسمنة المفرطة، السبب الأساسي مش الأكل كتير بس، قبل الأكل الكتير القعدة كتير، الراحة كتير. كل أنواع جراحات السمنة المفرطة الهدف منها إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة إذا كانت موجودة، وتحسين اللايف ستايل. السمنه تعطل الانجاب بصوره واضحه جدا، تعمل تجسم المبيض ولخبطه في الهرمونات، ويعني تاخر في الانجاب بصوره واضحه جدا. البنات بيبقوا مهزومين نفسيا. البنت اللي وزنها كبير فعلا ما بتبقاش عايزه حتى تتصور، مش عايزه تحضر مناسبه مع صاحبتها او بتبقى قاعده في البيت ما بتشوفش الشمس. ايها الناس، خلي بالكم من عيالكم، انتوا امناء عليهم. ده في ناس والله بتبعت الحاجات الادويه اونلاين، تقول تعالى خد خد العلاج. دي جريمه على فكرة. لا يقابل، دي جريمه رهيبة. لا يقابل، ما بيقابلش العيان اصلا. هو انت بتليفون كده؟ هو في حاجه اسمها كده؟ نصاب.
انقاص الوزن هو علاج لتاخر الانجاب، انقاص الوزن هو علاج عشان يظبط الدوره الهرمونيه مره اخرى للبنت اللي عايزه الدوره بتاعتها تبقى منتظمه، عايزه يبقى عندها صحه انجابيه مظبوطه، لازم تنزل وزنها. انا اتمنى ان احنا نعمل منظار معده تشخيصي لكل الناس قبل عمليه السمنه، لان في حال عدم عمل منظار معده تشخيصي ما قبل العمليات بتتفاجئ ان انت تلاقي عندك فتق في الحجاب الحاجز، يا اما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والانتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. انت نوع ثاني هتبقى من اكثر الناس حظا، لان انت هتخلص من السمنه وهتخلص من السكر في عمليه واحده بس اللي هي تحويل المسار. لو هذا البرنامج نجح بس في محاربه السمنه يبقى احنا قدمنا شيء عظيم جدا. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنه، وخليني ابدا كلامي بموضوع مخيف جدا. موضوع مخيف لانه لما تتخيلوه، انا هكلمكم عن الناس الاكثر سمنه في العالم. لما تتخيلوا الناس دي هتترعبوا، لان الناس دي ما بقتش كده بين يوم وليله، ما هي المساله سرحت منهم زي ما بيقولوا. فالسمنه وحش قد تامل له فياكلك يبلعك. أول واحدة الله يرحمها الأمريكية كارول ياجر، دي توفت. كارول ياجر وزنها وصل 725 رطل، ما أعرفش بقى هل هو رطل ولا كيلو جرام، مش متأكد من الرقم، بس يعني زي ما أنتم شايفين كان وزن رهيب يعني. وحاولت تخسر وزنها، لكن هي توفت سنة 1994 عن عمر كام سنة؟ 34 سنة، بعد توقف القلب بسبب السمنة المفرطة. وكان في الوقت ده تزن حوالي 500 وحاجة كيلو جرام. تاني واحد اسمه مانويل أوريبي. مانويل أوريبي ده مكسيكي، وصل وزنه 560 كيلو جرام في عام 2006، وقال بيقولوا انه وصل 325، بس المسألة برضو مخيفة للغاية. في طفل أندونيسي اسمه أكبر علي، وده اتولد في 2009، اتولد بوزن كبير جدا جدا، برضو الارقام مش واضحة قوي، ووزنه في الولادة كان 8.7 كيلو. وطبعا كانت الوالدة بتعاني، والدته يعني كانت بتعاني من مرض السكر، فعملوا له شق قيصري، كانوا فاكرين ان هي توأم، كانوا فاكرين ان الولد توأم. وبعدين بعد كده طبعا كبر الولد، معرفش كان في صور له هو كبير شوية عن كده، لكن واحد من الأطفال السمان جدا في العالم. الناس دي مخيفة ليه؟ الناس دي مخيفة لأنه الناس دي معرضين لكل المخاطر اللي تتخيلوها في الدنيا. سكر بقى، ومشاكل في ضغط الدم، ومشاكل في القلب، وحاجات كلها كريتيكال. يعني مشاكل القلب هنا احنا بنتكلم على فرص جلطات في القلب، ذبحات صدرية، فرص توقف عضلة القلب بأي شكل من الأشكال، سكتات دماغية، كل الحاجات اللي هي بقى اكستريم. يعني مش هنقول بقى، يعني احنا مش في رفاهية ان اقول لكم لا ده الركب هتتأثر والعمود الفقري، طبعا ما الكلام ده، ولا في ركب بتستخدم ولا في عمود فقري اساسا موجود يعني شغال. بس هرجع اقول تاني جملة، ان الناس دي اتسرقت. الناس اللي وصلت 500 كيلو دول ما كانوش من يوم وليله 500، هم كانوا في يوم من الايام 80 و90 و100 كيلو، بس سرحوا بقوا 150، بقوا 200، بقوا 250، بقوا 300. في مقاسي في الموضوع ده. جراحه سمنه للناس دي برضو امر محفوف بالمخاطر حقيقه. يعني لما نقف هنا بقى، احنا بنتكلم مثلا على المريض 300 400 كيلو، هنعمل له جراحه سمنه وقدره القلب بتاعته ممكن تكون 25، الإيجكشن فراكشن بتاعه 25، يعني احنا بنتكلم في هارت فيلير. نقف بقى وزي ما بيقولوا كونسلتو
الحوار هنا النهاردة مهم جدا جدا. تعالوا رحب بضيفي العزيز، الاسم المتميز للغاية، والحقيقة أحييه على إن هو اختار هذا الموضوع للحوار، موضوع شائك، واحد من سوبر ستارز هذا المجال، والحقيقة بيسعدني دائما الحوار معه، صاحب يعني شخصية علمية متميزة وحضور علمي راقي للغاية، الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، وطبعا المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. منور يا دكتور. أهلا وسهلا، بنور حضرتك. أنا عايز الأول أسألك طبعا تعريف السمنة المفرطة هتشرحه لنا، مؤشر كتلة الجسم يعني إيه، لماذا اخترت السمنة شديدة الإفراط؟ تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. والحقيقة طبعا السمنة المفرطة شديدة الخطورة، اللي هي يعني اخترنا الموضوع بتاعها النهاردة فوق ال 200 وفوق ال 300 كيلو، بنلاقي فيها متعة شوية في العمل وفي إنقاص الوزن. يعني طبعا بتبقى محتاجة جاهزية واختبار للذات واختبار للقدرة الجراحية عموما. فالأوزان الضخمة اللي هي كسر 200 كيلو 300 كيلو بيكون عندهم مشاكل متعلقة بالتنفس، متعلقة بالتخدير، متعلقة بجدار البطن السميك، متعلقة بالخبرة الجراحية اللي انت يعني هتعمل عند تكميم ولا تعمل تحويل مسار، التجهيز الالات بتاعتك، طب الارجنومكس بتاعت اقول لحك حاجة ملخص سريع كده. الاسبوع اللي فات كان عندنا حالة من ضمن الليستة، الجراح دخل فيها، دخل عمليات، دخل بالكاميرا ودخل بورتاته، البورتات بتاعت الكاميرا، ولا الحجم الكبد ده كبير، وكان عندها المرارة كمان ما قدرش يشيلها وطلعها، وقال لها الأمانة تستعد ان انا اطلعك من اوضه العمليات وانا مش عامل لك العملية الحقيقة. يعني احنا بنشكره طبعا لانه هو خلاص قدراته الجراحية لا تتعدى. الحقيقة طبعا وانا مع الدكاترة المساعدين وانا شغال بيسألوني، يعني احنا جات لنا يعني احنا نيمناها تاني ودخلنا المنظار، بس فتحات منظار في حاجه اسمها الارجنومكس او بارياتريك سيرجري يعني او اللابروسكوبيك سيرجري عموما، ان انت تدخل البورتات في الاماكن اللي هي دي حاجه تقنيه، ان انت ازاي تدخل البورتات المنظار طبقا لحاله الجسم او كتله الجسم، دي ارت. هو لما دخلنا فتحات المنظار في الاماكن اللي هي المفترض ان هي بتدخل فيها، العمليه عدت اتيز مشت كويس جدا، فبيسالوني بيقولوا لي هو الخطا فين، يعني هو الجراح ليه ما عملش الحاله دي رغم ان هي ماشيه اتيز. فقلت لهم ده فيلير في ارجونومكس، هو مختار فتحات منظار مختلفه خالص، هو شغال مزنوق، انت بتشتغل اتيز، انت قايس المقاسات المظبوطه بتاعتك ومدخل منظار. هي دي ببساطه يعني الهندسه الفراغيه مهمه جدا، الهندسه الفراغيه اللي هي تخيل الاماكن بتاعت كل شيء قبل ما انا تدخل. ده ارت. واللي مش هيفهم الارجنومكس او كيفيه ان هو يتعامل مع المنظار هو مش هيعرف يعمل جراحه اصلا مظبوطه، وربما تكون حاله سهله بس هو صعبها على نفسه، وربما تكون حاله تقدر تعملها وتعتزل العيان. ما هي زي بالظبط انت لما تدخل عربيتك بتظبط الكرسي وبتظبط، هو ده الارجنومكس، هو ده فن استخدام المنظار او فن علم المناظير عموما. طبعا الحاله اللي هي فوق ال 200 كيلو انت محتاج عندك تشالنجز كتيره، اما جدار بطن سميك وانت دكتور التخدير اصلا اللي هو بنايم عيان 300 كيلو ده بيبقى يعني حاطط ايده على قلبه وعايز ينام في وقت قصير، بتبقى متعقم ومظبط الاتك، المساعدين موجودين، الدباسات مفتوحه، التخدير واقف، احنا هنبتدي مع بعض. الادويه بتاعت البنج انت هتستخدم ادويه ايه؟ العيان ده مش محتاج ينام، انت محتاج يعني بعد نص ساعه بالكتير نقطه اصحى يلا على طول اطلع خلص نفسك، يعني ما تقعدش فتره كبيره. فيعني هي محتاجه طبعا تكامل وجاهزيه عاليه جدا في ان انت تعمل عيان فوق ال 200 و 300 كيلو. عيان اسمه احمد جمال صديق، يعني الاسبوع اللي فات 270 كيلو عملناه في من اسبوعين ثلاثه في المستشفى. كان بيتحرك 270 كيلو ده؟ هو دايما ضمن الناس اللي كانت بتتحرك الحقيقه. كان بيتحرك بس عنده وجع في المفاصل غير عادي. طبعا يعني وجع في المفاصل غير عادي. الحقيقة طبعا العملية بتاعت والله تمت في 30 دقيقة في احد المستشفيات بتاعتنا، 30 دقيقة ليه؟ لان انت جاهزية، محتاج بورتات يعني تكون على جهاز اكسترا لونج، محتاج الات جاهزة، انت يعني مجهز نفسك لهيت اند رن، هي وقت قصير تعمل عملية تخرج بالسلامة. الحقيقة
اللي نايمه معايا الاستاذ الدكتور طارق سعيد في مستشفى الشفاء في التجمع، من الناس اللي هي الاحترافيه في، وكل طاقم يعني كل فريق العمل التخدير طبعا انا بحييهم كلهم لانه بنايموا حالات صعبه واصعب من دي كمان طبعا، وكل فريق التخدير عشان بس ما حدش يزعل طبعا منهم، لانه بنايموا حالات فيها صعوبات تخديريه كبيره. برضو الاسبوع اللي فات منايمين عيان عيانه من ضمن العيانين مخدرين اللي كنت قلت لحضرتك عليها تعبير منها تخديريا اللي كنت حكيت لحضرتك عليها من قبل الحلقه، عندها تكمع دهني كبير في المنطقه دي، الرقبه كده ما فيش اصلا مسافه يدخل فيها الانبوب، يعني الانبوب دي محتاجه، هو ما دخلش الانبوب بيبقى يعني في السياتر ده عايز فايبر اوبتيك معايا جنبه، لو مش عارف يدخل بيستخدم الجهاز على طول، عشان يعني انت مش تقدر عين تخدير وتقول له انا مش هنيمك، ما هي الوضع لازم يكون على جاهزيه عاليه جدا. هو انا اخاف من البنج ومن التخدير كمريض فوق ال 200 و300 كيلو؟ احنا ما عندناش اصلا اوزان، يعني احنا ما جبناش 61 كيلو بننيمه، يعني احنا عايزين كل العيانين كاسرين الكتله العاليه عشان نبتدي نعمل، احنا مش متفاجئين بالتخدير بتاع العيان الصعب المليان اللي هو اللي رقبته ضيقه اللي طول الليل عنده مشكله في التنفس اثناء النوم شخير وعنده وخايف من التخدير، هي دي حياتنا يعني، يعني التخدير مش متفاجئ ان هو بنايم عيان 200 كيلو، وهيجي مثلا عندك لسته لسه طويله يعني في يوم معين والتخدير هينقي بقى الحاله ال 170 كيلو نايمها او 120 كيلو نايمها والحاله ال 270 و300 ما نايمهاش، طبعا هو عنده الجاهزيه الكامله لذلك. تيجي على ترابيزه العمليات، انت عندك على ترابيزه العمليات تستحمل الوزن 200 كيلو ولا هتدور على ترابيزه تستحمل 300 كيلو، لازم تكون مجهز. الادويه البنج مش كل الادويه البنج تصلح في هذه الاوزان، انت محتاج تجهز نفسك، مش هدور على دباسه اكسترا لونج اشتغل بيها او دباسات معينه او دبوس الهايت بتاعه مش مختلف، ما هي دي جزء من حياتنا يعني مش متفاجئين بيه خالص. فالناس تطمن جدا اللي هو وزنه كسر ال 200 او 300 كيلو او اكتر، يعني الحقيقه تشالنجز كتيره جدا لكن تتعمل. ليه اصدقاء كتيره زي محمد الزغبي من بورسعيد، انا بذكر اسمه لانه انا بفرح بيه دايما طول الوقت، كان 330 كيلو 330 كيلو نزل 200 كيلو في الكلام ده من 4-5 سنين، وكان نزل من 330 ل 100، هو ليه فيديوز قديمه على اليوتيوب وفيديوز جديده ثانيه بعدها بفتره، وكان نزل 200 كيلو في اول ما نزل لحد 130 وبعد كده رفع ثاني ل 140 و150، كان ليه قصه يعني في استخدام العسل الاسود، كان بيحب العسل الاسود وكان بيشرب كميات كبيره وبقى زاد في الوزن ثاني شويه، وبعد كده عملنا له تحويل مسار معده مصغر من اظن من 6 شهور اكمالا بقى، كان عايز يوصل بقى مش عاجبه ال 130 140 بعد 330، فهو عايز يوصل 70 80 كيلو، فجهزناه عملنا له تحويل مسار معده مصغر. هو صديق شخصي يعني بحبهم، انا بس يعني سؤال اصدقاء بعد العمليه بحكم الصداقه ديت ازاي وصل، يعني اكيد بيحكوا لك ازاي وصلت ازاي سرح بيهم الوزن ال 330 كيلو؟ هو بيبقى طبعا بحكم اللي انا شفته عموما في السمنه المفرطه الاف الحالات بيبقى الموضوع جيني وراثي بحت، يعني معظمه بيبقى سبب كميات كبيره قوي. طبعا الجسم كل ما يكون كل ما بيزيد هو الجسم بيتعود على انه يستهلك الطاقه العاليه، بيزيد في الوزن اكتر، بتلاقيه طبعا زاد اكتر واكتر، الجسم شراهته بتزيد اكتر واكتر، دايرة مفرغة. محمد كان قاعد 6 شهور في رعاية مركزة مش قادر ياخد نفسه، عايش بسباب مركب قسطرة، يعني قصدي كان في يعني ما بيقدرش يروح حمام، يعني ليه صور ببعتها لي بيركب حاجات موتوسيكلات او فيسبا وحاجات جميله، ده كان حلم بالنسبه له، يعني حاجه بتفرج عليه كده حلم جميله خالص، يعني ان حد يعني الناس دي طبعا بتعيش حياتها، تخيلوا بقى ان حد يوصل مثلا يبقى سنه 30 سنه فيعمل جراحه سمنه في الوزن ده فيبدا حياته بقى من وهو عنده 30 سنه. هو محمد كان عنده 31 سنه سنه بالظبط، انا بحكي لك والله 31 سنه بيبدا حياته من السن ده، يعني كانه اتولد ده بجد بقى. أيوة. التعبير كلمه انا اتولدت النهارده ده اللي احنا بنقوله في الافلام او بيتقال في السينما وعلى لساننا في كل، لا ده فعلا بيبقى اتولد اليوم ده، وقبل كده ده انا مش ذكريات كلها حزينه انا مش عايز افتكر. صحيح. سؤالي بقى يعني دلوقتي المريض اللي بالوزن ده جاي عنده مشاكل في قلبه واكيد مشاكل في التنفس وجاي ممكن يكون عنده مشاكل في ضغط الدم والكلى، هو جاي بمجموعه مشاكل كل واحده فيهم عامله زي ما بتكون قنبله موقوته، انت ماشي تعبير الادق في جراحه السمنه في الحاله دي كانك ماشي في حقل الغام، انت عارف حقل الغام بتمشي ازاي؟
صحيح طبعا، احنا الجاهزيه العاليه هي الحل، الخبره العاليه للجراح. انا داخل اعمل عمليه تكميم او تحويل مسار، مش بس بعمل عمليه، انا يعني تجهيز كله، ولا عين ما يعرفش غير الجراح، التيم بتاع الجراح نفسه هو بينفذ حاجات في، يعني انا جزء من حلقه يعني، او جزء من مجموعه حاجات بتعمل تحضير على اعلى مستوى من الجاهزيه، يكون معاك طقم يعني استشاري تخدير على اعلى مستوى، معاك جاهزيه في الاستخدامات المستهلكات الطبيه الامريكيه الاحدث في العالم. انت مش داخل تجرب حاجه معينه، يعني انت داخل تعمل تاسك معينه وتخرج بوقت قصير، وقت بينج قصير، عايز تفيد العيان ما طلعوش بمشاكل. فهي الجاهزيه العاليه للجراح، الجاهزيه العاليه للتخدير، خد الاوبتيمم في كل حاجه، بحيث ان انت ما انتش داخل تخاطر، يعني انت داخل تعمل اقصى حاجه ومجهز اعلى حاجه. حتى يعني انا عايز اقول لحضرتك، مش بس فريق الجراحه فريق ولا فريق التخدير بس، التمريض في حد ذاته مهم جدا. انت بتشتغل في ظروف ملائمه تخليك تعمل عمليه في وقت قصير، يعني حتى رفعت، يعني انت ممكن ترفع السرير، يعني عايز تنقل العيان من مكان لمكان، محتاج طريقه لذلك، محتاج متابعه، ما انت ما عملتش عمليه وسبت العيان مش يروح كده، ما انت محتاج ممكن يعني طبعا محتاج تحفظات على ادويه الضغط اللي بياخدها، تنظيم ادويه السكر اللي بياخدها، كان بياخدها قبل العمليه، محتاج ادويه مضاده للتجلطات، الوزن الضخم مع قله الحركه قابل لان هو يصاب بالجلطات، قد ايه بتدي له ادويه للسيوله ما قبل العمليه بليله، وقد ايه بتدي له لمده قد ايه ما بعد العمليه، هل بيشرب كويس ولا ما بيشربش كويس ما بعد العمليه، لان طبعا دي حاله تعتبر محتاجه جاهزيه عاليه جدا، حاله قنبله فعلا زي ما بيتقال عندنا في عرف الجراحه، دي من الحالات اللي هي الصعبه اللي محتاجه جاهزيه عاليه جدا. واذا لم تكن هناك، انا يعني انصح تماما، اذا لم يكن هناك الجاهزيه العاليه لاجراء هذه الجراحات في اي مكان، نعتذر عنها. عندك مكان جاهز لاجراء العمليه، عندك الحرفيه التامه لطاقم التخدير، ما انت ممكن تكون جراح محترف بس بتشتغل في ظروف غير ملائمه، ما عندكش سيتر، ما عندكش فنتليتور حلو، ما عندكش رعايه مركزه اذا احتجت رعايه مركزه، ما عندكش مستهلكات طبيه تكفي لذلك، اعتذر عن الحاله. اعتذر حتى تجهيز الاشياء، حتى تجهيز لكن طبعا انصح بوجود الجاهزيه العاليه، الاماكن المختصه لاجراء هذه النوعيه من الجراحات. انا يعني طبعا الاوزان فوق ال 200 و300 كيلو دي حاجات محتاجه يعني تعملها. بالظبط، ما تحطش العيان في موقف حرج، دي قاعده جراحيه. اذا يعني توافقت الظروف تخديريا وجراحيا ومستهلكات على اعلى مستوى والخبره الكافيه، اعمل اي حاجه واعملها بامان، ما تقلقش، يكون عندك نسبه متوازنه ما بين التفاؤل والتشاؤم. التشاؤم المحترف ده بيسموه التشاؤم المحترفين، لو انا لازم اكون حاطط اسوء السيناريوهات وجاهز لها. بالظبط طبعا طبعا الجاهزيه الاسوء، ما هي ده بسميها انا في تعبيرات التشاؤم المحترف. التشاؤم المحترف ده انا كنت احطه ايام الامتحانات الشفوي، حاطط في اعتبار ان انا ادخل عند اكتر ممتحن قاسي في الاسئله. ذكريات فبحط ده في الاعتبار وانا داخل الصبحيه، فادخل ما بتصدمش بقى ان فلان داخل عمال لا جاهز لاقصى درجه. صحيح، والجراحه فعلا مش عايزه اي نوع من التجربه، انت مش داخل تجرب، يعني تكون على اعلى جاهزيه ان شاء الله الامور تمشي كويس. نسب النجاح تختلف ما بين جراحه السمنه المفرطه وجراحه السمنه شديده الافراط؟ الحقيقه طبعا احنا دايما بنحط في اعتبارنا ان شاء الله يعني نصل النتيجة 100%، احنا لا نتوقع الاقل من ذلك، يعني بحيث ان طبعا دي حاجه صحيه طبيه، احنا بنعتبر ان ده لازم ان شاء الله توصل نتيجة 100% من الامان. واذا حصل اي حاجه زي ما اقول، يعني محتاج تنفس صناعي، محتاج شويه اكسجين مكثف بعد العمليه للناس اللي عندهم اوستراكس ليب ابنيا، احنا عندنا الجاهزيه الكافيه، ايه المشكله؟ اي حاجه يمكن التعامل معاها عشان تصل النتيجة ان شاء الله 100% باذن الله. الناس اللي عندها سمنه شديده الافراط بعد اجراء العمليه ليهم اجراءات مختلفه؟ طبعا يعني معظمهم طبعا بيحتاج لاكسجين مكثف ما بعد العمليه، وقد يحتمل ان هو يقعد في الرعايه المركزه لمده يوم او يومين ما بعد العمليه. في بعض الناس المرتبطه حالتهم الصحيه، يعني دي مش حاجه جراحيه، يعني تلاقي العيان بيشرب وكويس ومحطوط عليه اكسجين، ايه المشكله؟ الاوستراكس سليب ابنيا او صعوبه النفس اثناء النوم بتخلي المريض ما بعد العمليه في احتياج لقدر من الاكسجين ما بعد العمليه. ده جزء من العمليه، احنا مش متفاجئين بيه، هو ده بيحصل حتى في السمنه المفرطه العاديه. العاديه احيانا بتحتاج لاكسجين مكثف ما بعد العمليه. ده في ناس متوسطين قوي بيبقى عندهم سليب ابنيا،
طبعا. يعني فحاجه غير مش مفاجاه بالنسبه لنا او مفاجاه بالنسبه للمريض ان هو ياخد اكسجين ما بعد العمليه. احيانا محتاج يوم زياده، يعني العيان اللي هو وزنه 120 كيلو انا ممكن لو عمل عمليه في اول النهار قعد 12 ساعه معانا في المستشفى ممكن اخرج اخر اليوم. اللي وزنه 200 300 كيلو ما تقعد لك يوم زياده في المستشفى، ايه المشكله يعني؟ يا باشا يقعد 3 خد كير بزياده وخد وقتك، يعني هو وزنك يستدعي ان انت تاخد الـ 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 الوضع الطبي المناسب يعني لامانك يعني مش اكتر من كده. انت نورتني واسعدتني وابدعت كالعاده. شكرا. ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير، استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الامريكيه الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل اعلى تصنيف دولي في الجوده في جراحات السمنه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو. أنا اسمي محروس محمد، عندي 23 سنة، عامل عملية تكميم معدة من 8 شهور، كان وزني قبل العملية 285 كيلو، دلوقتي بقى وزني 160 كيلو في أقل من 8 شهور، دلوقتي بقت حياتي طبيعية جدا كتير عن الأول وبقت كويس عن الأول بكتير، قبل العملية كنتش بعرف أتحرك ولا بعرف ألبس ولا كده ولا حياتي كانت متدمرة، دلوقتي بقت حياتي كويسة الحمد لله وبقيت بمشي طبيعي وبروح في كل حتة عادي وبقت حياتي كويسة عن الأول بكتير والحمد لله اتحسنت عن الأول بكتير. ولسه برضو ان شاء الله في نزول عن كده بكتير وان شاء الله يعني في تصوير تاني وبشكل جديد ومنظر جديد ان شاء الله.